بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الاهلاويه وبيت كل الناس. خلاص اسدل الستار على مونديال قطر 2022، هذا المونديال التاريخي، تاريخي في كل شيء، مونديال اسعد كل العرب، سواء على المستوى التنظيمي اللي قدمته قطر وشرف كل العرب، او على المستوى الاداء الفني. أداء فني رائع وشكل رائع ظهرت به المنتخبات العربية وبالأخص منتخب المغرب. انتهى المونديال وتوج منتخب الأرجنتين باللقب الثالث في تاريخه. أخيرا حصد ميسي كأس العالم ليكون أحسن ختام للأسطورة ميسي. ميسي هو صاحب الأرقام القياسية، والحقيقة واحد من اللاعبين اللي تعتمد عليهم بشكل كبير جدا جدا. ميسي النهارده كل اللي بيحبوا ميسي يسقفوا له. الحقيقه مش كل اللي بيحبوا ميسي، من لا يحب ميسي وهم قليلين جدا جدا جدا، النهارده اتفقوا على حب ميسي. تخيل حضرتك النهارده الناس واقفه او بتلعب كره قدم علشان خاطر الارجنتين تكسب، عشان خاطر ميسي. فالحقيقه معرفش، في الجيل بتاعي او الاكبر مني شويه حضر كاس العالم 86، اتفرجنا عليها وكنا واعيين للي بيحصل فيها، كان عندي 10 سنين 11 سنه انا تحديدا يعني. ف وانا بتفرج على 86، اللي ما شافش 86 مارادونا ما شافش كره قدم. اللي ما شافش 86 مارادونا شاف 22 ميسي. بالظبط هو اللي بيحصل في 86، ولكن مارادونا الحقيقه كان عامل بطوله اسطوريه ايضا. هذه البطولة هي بطولة أسطورية لليونيل ميسي اللي كان يستحق. كرة القدم حبت ميسي، وهو خلانا نحب كلنا كرة القدم من خلال اللي بيعمله واللي أسعده لكل واحد بيحب كرة القدم في العالم كله. ميسي هو محبوب كل أو ملايين اللي بيشجعوا أو المليارات اللي بيشجعوا كرة القدم. فهنيئا لميسي هذه البطولة، وهنيئا للأرجنتين بطولة كأس العالم 2022، البطولة الأفضل في كل شيء، البطولة الأفضل في التنظيم، البطولة الأفضل في الأداء الفني. كسر عدد كبير جدا من الأرقام القياسية في هذه البطولة، وبالتالي يمكن البطولة الأولى في تاريخ كأس العالم اللي تلعب في الشتاء، وبالتالي هي بطولة الأولى في كل شيء. ألف ألف مبروك لإخواتنا في قطر، ألف ألف مبروك لإخواتنا في المغرب، ألف ألف مبروك لإخواتنا في السعودية وفي السنغال، في كل حتة. الحقيقة كل العرب وكل الأفارقة شرفتونا وأسعدتونا، إن شاء الله البطولات القادمة والتوانس. طبعا طبعا منتخب تونس، كل العرب الحقيقة أسعدتونا وشرفتونا، وكل الأفارقة أسعدتونا وشرفتونا، وكنا سعداء جدا جدا جدا. خلينا بقى نرجع لبطولاتنا بقى المفضلة المحلية. أنا عارف فرق كبير جدا بين اللي احنا كنا بنشوفه، خصوصا النهاردة. أنا مش هتكلم عن مباراة الأرجنتين وفرنسا، لأن النهاردة عندنا كوكتيل في الجزء الثاني من هذه الحلقة هتكلم فيه مع حضراتكم أنا ومجموعة من الشباب اللي هيكونوا موجودين مع حضراتكم، نشرح إيه اللي حصل، كيف استطاع الأرجنتين أن يفوز بكأس العالم. ده السؤال البسيط لكن إجابته فيها كلام كتير جدا جدا في الجزء الثاني من هذه الحلقة. خلينا نبدأ مع الأهلي، أهلي البطولات، أهلي الانتصارات، أهلي التاريخ. للمرة الثامنة الأهلي في مونديال الأندية، الأهلي الأكثر خوضا للمباريات في مونديال الأندية. الحقيقة دائما يظل النادي الأهلي في قلوبنا جميعا، ودائما شجع النادي الأهلي أحسن نادي في الكون وأحسن نادي وصل للعالمية، وإن شاء الله دائما مكمل في العالمية. للمرة الثامنة الأهلي العالمي يوصل للعالمية ويشارك في مونديال كأس العالم للأندية، وللمرة الثالثة على التوالي. طبعا خبر أسعد الملايين في مصر وفي الوطن العربي، ومن حق 70-80 مليون أهلاوي في مصر، وكل الملايين اللي موجودين أو اللي بيشجعوا النادي الأهلي في الوطن العربي يكونوا سعداء، سعداء بالنادي الأهلي وبما يحققه النادي الأهلي من إنجازات وأرقام قياسية تفوق أي نادي في مصر أو أي نادي في الوطن العربي أو أي نادي في أفريقيا. من حقنا كلنا نكون فخورين باسم النادي الأهلي، و
النادي الأهلي يظل دائما هو سر السعادة والفرحة لكل أهلاوي، ولكن ثلاث أربع مواضيع مهمة جدا عايز أتكلم فيها مع حضراتكم، ولو سمحتوا خلينا دايما نبقى واضحين مع بعض. يعني مثلا خليني الأول أبدأ عن الإعلام الرياضي، لأنه الناس كتيرة جدا كلمتني على أمور كانت بتحصل خلال اليومين اللي فاتوا ومنها المباراة، وأنا هقول لكم رأيي في المباراة في تعادل النادي الأهلي يوم الجمعة مع فيوتشر. ولكن الإعلام الرياضي بيثير علامات الاستفهام على النادي الأهلي. اتكلمنا مع حضراتكم قبل كده بخصوص أخبار الأهلي اللي على طول دايما بتتصدر المشهد في كل البرامج الرياضية، والكل بيحاول يعمل أزمات كبيرة للنادي الأهلي من خلال تصدر اسم النادي الأهلي للمشهد، ولكن بدون أي مبرر، والهدف دايما بيكون معروف وواضح، وقلنا هو هدفهم هز استقرار النادي الأهلي. على العكس الأندية التانية بيكون عندها خلافات ومشاكل وأزمات وتعب نفسي وتعب علوي وتعب كل حاجة ومحدش بيجيب سيرتها، ولكن السيرة دايما بتبقى النادي الأهلي، ومحدش بيحاول يتناول أي موضوعات تخص الفرق الأخرى، قليل جدا يعني، وكأن الأهلي هو المستهدف. والحقيقة ده كان أمر غير مقبول، بس قلنا عادي ميولهم، واحد ما بيحبش الأهلي والأهلي عامل له مشكلة، ومن ضمن الناس اللي عندنا الأهلي عامل لهم مشكلة هتكلم عنهم كمان شوية لسه جاي لهم. ولكن لما يكون الإعلام الرياضي في مصر هو بوابة للأندية المغربية علشان يطلعوا يتكلموا إنهم الأحق في لعب كأس العالم وإنهم المظلومين، فده أمر غريب، أمر غريب ولا يصح. أنا مش هقول أكتر من كلمة ولا يصح، لأن أنا عارف إن العيون متفتحة قد كده، ولكن مش هقول أكتر من كلمة لا يصح أن يحدث هذا في الإعلام المصري، وهو أمر كارثي. ولا تسألني عن المهنية في هذا التوقيت، إزاي واحد يسمح لنفسه إن هو يكون بوابة لشن هجوم على نادي إعلامي مصري، يكون بيسمح لنفسه إن هو يكون بوابة لشن كل الهجوم على النادي الأهلي، وحضرتك حتى لا تدافع عن حق أصيل للنادي الأهلي. أنا مش هتكلم عن اللوائح أو حقية النادي الأهلي في التواجد في مونديال العالم، لأنه حصل وانتهى والأمر انتهى، أمر محسوم والكل عارف هذا الأمر، والكل عارف إن الأهلي الأحق. ولكن هل هو عشم؟ هل هو غيرة؟ هل هي أمر آخر هو اللي مسيطر على البعض؟ ولكن أنا هنا هتكلم عن الإعلام المصري وتعامله مع المشهد. خليني أقول لحضرتك احنا قد ايه مختلفين مع احمد حسام ميدو، بنختلف معاه في امور كثيره جدا، ولكن احمد حسام ميدو من اوائل الناس اللي طلعت قالت لك انا في ظهر النادي الاهلي في كل شيء الفتره اللي جايه لانه بيمثل مصر. هو ده الاعلام؟ احنا عمرنا شفنا قناه مغربيه بتتبنى موقف نادي مصري؟ بلاش اقول الاهلي، اي نادي مصري، اهلي، زمالك، اسماعيلي، اي حاجه، او بتتبنى مشكلة أي نادي في أي مطالب؟ الإعلام المغربي والاتحاد المغربي وكل المغاربة، وده حقهم، بيساندوا الأندية المغربية ومنتخبهم. لكن عندنا عمرنا، هل حد كلمني مثلا مرة وقال لي تعالى يا كابتن إسلام أنتوا الأهلي أحق إن هو مثلا يعني يلعب في كأس العالم؟ عمرها ما حصلت. لكن الإعلام عندنا بيفتح برامجه علشان مسؤولين أندية خارج مصر تطلع تتكلم، رغم أن الأمر محسوم وخطاب الفيفا موجود ولوائح البطولة محسومة، ولا مجال مثل هذه الأمور. مش هقدر أقول لا مش هقدر أقول إثارة فتنة ومشاكل وهذا، معرفش، أنا مش فاهم الحقيقة ليه أعمل بلبلة وضجة في شيء ممكن يؤثر سلبيا على النادي الأهلي. أنا بتكلم بمنتهى الموضوعية. هل الموضوع ده لو كان مع نادي تاني كان اتعمل كده؟ ولا كان من الممكن يبقى أمور أخرى؟ طب حتى والواحد بيتكلم لازم يبقى عارف هو بيتكلم في إيه. أنا مش هنا مش هبرر أن كل ما قيل من
رئيس نادي الرجاء المغربي، مش هبرره ومش هتكلم فيه لانه موضوع منتهي ومش محتاج ان انا اتكلم فيه، لانه كله كان بيتكلم في كلام عام الحقيقه. ورجل من حقه ان هو يدافع عن ناديه وكل حاجه، انا لا اقصد الرجل، رجل محترم جدا ومن حقه ان هو يدافع عن ناديه، ولكن ايه اللي بيحصل ده؟ هو في ايه؟ هي الايه اتقلبت؟ طب على الاقل واحنا بنيجي نتكلم بنقرا، عندنا مكالمه النهارده مع فلان الفلاني، انا بقرا عن فلان الفلاني ان انا عندي كذا، البطولات اللي قبل كده كان شكلها كذا 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 كذا، لكن انا عمري ما هتكلم او ارد على امور عامه اتكلم فيها رئيس نادي الرجاء، لانه في النهايه احنا بنحترم كل الانديه والنادي الاهلي، وعلاقته بكل الانديه علاقه محترمه وكبيره جدا، وستظل في هذا الشكل وبهذا المستوى. فالحقيقه انا بستغرب جدا من هذا الامر، خصوصا الامر منتهي. فاللي بيفتح الامر بيفتحه ليه؟ انا هتقول لي احمد حسام ميدو ضد النادي الاهلي، هقول لك اوكي في بعض الامور، وبالمناسبه احنا دايما بنتكلم بهذا الشكل، وبقول لميدو بكلمه اقول له ميدو ما ينفع افهم في الموضوع 1 2 3، وهو يكلمني يقول لي في كذا كذا كذا، ونتبادل وجهات النظر. لكن ميدو المره دي عجبني بصراحه، قال لك انا في ظهر النادي الاهلي في كل شيء، لان النادي الاهلي هو اللي بيمثل مصر في هذا الامر، هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده الكلام الصح اللي احنا عايزينه. فالحقيقه انا مستغرب جدا من هذه الامور، خصوصا ان الموضوع انتهى. الحمد لله جواب جه من الفيفا على الاتحاد المصري لكرة القدم الساعة 4:05. تخيل حضرتك انا قلت ايه؟ الاتحاد هيصبر شوية، اتحاد كرة القدم يعني هيصبر شوية، احنا عارفين ان في جواب جاي من الاتحاد الدولي للاتحاد المصري المحلي بيقول ان الاهلي هيلعب في كأس العالم للأندية، وبيوصل جواب للنادي. فاحنا الحمد لله السنه دي شفنا الجواب جه وما اتحطش في الدرج. ما كانش في درج، بص هنا ما فيش درج. الظاهر ما كانش في درج، او الناس كلها مسافره، الناس كلها مشغوله في كاس العالم ولا حاجه، فنسيوا يحطوا الجواب في الدرج، لانه اصبح العادي ان كل الجوابات اللي بتيجي للنادي الاهلي بتتحط في الدرج. زي جواب التنظيم اللي حصل قبل كده في موضوع الوداد. نهائي دوري الابطال، هتقول لي مش هتنسى، هقول لك مش هنسى. كان زماني 3 افريقيا، الله اعلم. كنت هتخلي فرصي 50-50 بدل ما خليت فرصي 75-25 في ظل أرض مش بتاعتي وأرض بتاعت الوداد. فالحمد لله إن الجواب طلع من الدرج أو ما وصلش للدرج. أول ما جه قاموا الاتحاد كرة القدم أعلن والنادي الأهلي أعلن والجميع أعلن، على الرغم من أن هناك البعض في مصر كان بيشكك في هذا الأمر. أنا بس حبيت اتكلم في هذا الموضوع. في موضوع تاني برضو انا حابب اتكلم فيه مع حضراتكم، اهو ده الجواب، اهو ده الجواب برضو لمن لا يعلم. هو ده الجواب اهو، باعتبار ان ناديكم قد احتل المركز الثاني او الوصيف في النسخه الاحدث في دوري الابطال، ونظرا لتاهل نادي الوداد البيضاوي الرياضي لفوزه بدوري الابطال، فان ناديكم سيشارك بديلا عن المقعد المخصص للدولة المستضيفة للبطولة في مباراة الدور الأول التي سوف تجرى بتاريخ 1 فبراير 2023. ولتسهيل التواصل مع أقسام الفيفا المعنية، نتمنى من القائمين على النادي تسجيل تفاصيل المسؤول الإداري أو المسؤولين الإداريين للفريق ومسؤوله الإعلامي ومحلله وطبيبه غير عبر هذه الاستمارة الإلكترونية. ده الجواب اللي وصل للنادي الاهلي من الفيفا، وزي ما قلت لحضراتكم الحمد لله الجواب اللي وصل اهو. خليه يا عم طول الحلقه جنبي كده عشان كل ما لا انا بهزر طبعا، ولكن عشان كل ما حد يجي يقول لك الله قبل ما تبتدوا تحضروا الردود عليا اقروا الجواب ده واقفلوا الموضوع، اقفلوا الموضوع ونقف كلنا في ظهر النادي الاهلي. انا بتكلم هنا على بعض الاعلاميين الحقيقه. يعني الموضوع الثاني اللي عايز اتكلم فيه مع حضراتكم وهو موضوع برضه لطيف الحقيقه. هتقول لي لطيف يعني ايه؟ هقول لك لطيف لانه في شخص طلع بيعمل مقارنه ما بين اعلام النادي الاهلي واعلام اخر، وقال ان الاعلام الاخر ده اقوى. والحقيقه انا حابب اعلق على هذا الموضوع، ولازم تركزوا معايا على الكلام اللي انا هقوله، والناس اللي بتحب تاخد نص الكلام
اللي انا بقوله تبعد شويه، لان فعلا انا متفق معاك، لانه اعلام الاهلي هو الاكثر احترافيه ولديه شفافيه في تناول المواضيع واعلام محترم. اما على الجانب الاخر فالاعلام الاخر في حته تانيه خالص. مستحيل مستحيل اقارنه باعلام الاهلي المحترم المهذب. اعلام النادي الاهلي هو لائق لكل شخص في الاسره المصريه، لانه اعلام بعيدا عن التجاوزات او الخروج عن النص. احنا في اعلام الاهلي عمرنا ما بنقارن نفسنا بازمه دواجن، ولا يعني ولا بنحب نتكلم على رجال الدواجن، لان وجودهم في الاعلام هو امر كارثي الحقيقه، يعني لانهم بيتكلموا عن النادي الاهلي وعن رئيسه. انا العيان لا اعلم كيف يسكت المجلس الاعلى للاعلام على هذه الامور. هل من حق اي حد ان هو يطلع يتكلم بهذه الطريقه الغير مؤدبه على اسطوره من اساطير مصر، او على اشخاص، بلاش اسطوره عشان ما حدش يقول لك كذا، على اشخاص بهذا الشكل وبهذا المستوى وهذا الاداء؟ للاسف الشديد عندنا امور غريبه جدا بتحصل، واحنا للاسف لما بنيجي بنرد باخلاقنا وبطباعنا وباسلوبنا، ما بنردش باسلوب حد تاني. طبعا اللي عايز يقعد يتفرج على قناه الاهلي عمره ما هيسمع شتيمه ولا هيسمع كذا ولا هيسمع كذا ولا هيسمع كذا، ولا دواجن ولا مشكله مش عارف ايه ولا مشكله فراخ ولا مشكله الكلام اللي حضراتكم بتسمعوه ده طبعا يعني. لكن الناس بتقعد وبتضحك، ناس بتحب اللي يسليها. عموما خلينا احنا مركزين في الانجازات والارقام القياسيه اللي بتتحقق، وخليكوا حضراتكم في الفراخ وفي الامور اللي حضراتكم بتعملوها. خلينا الاول نروح نشوف تقرير عن الاهلي. ايقونه ايه بقى؟ سمعني، ايقونه ايه؟ مونديال الانديه. هل حضراتكم زعلانين من محمد مجدي قفشه؟ الحقيقه جالي اسئله كثيره جدا تخص محمد مجدي قفشه، فخليني اوضح لحضراتكم بعض الامور وهي معلومات. خلي بال حضراتكم لما يبقى عندي معلومه بقول لحضرتك. المعلومه القادمه اللي انا او الكلام اللي هقوله القادم هي معلومات. معلومات يعني ايه؟ معلومات يعني حاجات انا جايبها من مصادرها. طيب حضرتك زعلان من محمد مجدي قفشه ليه؟ اولا محمد مجدي قفشه واحد من أفضل اللاعبين رقميا وكل شيء خلال السنتين اللي فاتوا، وهو يعترف أنه الآن مش زي السنة اللي فاتت ولكن لظروف كثيرة. خلاص؟ لكن هل حد ممكن ينسى مش هتكلم على القضية ممكن، بس لأن القضية ممكن دي قصة لوحدها، ولكن هل حد يقدر ينسى اللي عمله مجدي قفشه خلال السنتين اللي فاتوا؟ محدش يقدر ينسى. طيب هل ده معناه ان في حد كبير على النادي الاهلي؟ ابدا. كابتن خطيب بطل، الله يرحمه صالح سليم بطل، مشي من النادي، ابو تريكه مشي من النادي، بركات مشي من النادي، وائل جمعه مشي من النادي. كباتن كبيره جدا جدا واسماء عظيمه في النادي الاهلي مشيت، ويظل دائما الاهلي بياخد بطولات. فخلينا ده متفقين عليه كلنا كاهلاويه وحافظينه، ولكن انا هقول لحضراتكم معلومات جات لي من مصادرها. اولا المعلومه الاولى، بعد نهايه مباراه الاهلي وفيوتشر، مستر كولر وكابتن سيد عبد الحفيظ توجه لمين؟ لعلي معلول، لكابتن علي معلول. قالوا له كده، سألوه بعد المباراة مباشرة، هو أنت ليه علي ما شطتش ضربة الجزاء؟ قال لهم أنا كنت تعبان جدا ومش قادر أشوط ركلة الجزاء. رقم اتنين ورقم تلاتة ما كانوش موجودين في الملعب. رقم اتنين ورقم تلاتة ما كانوش موجودين في الملعب.
فاللي حصل انه محمد مجدي قفشه خد الكوره وسال السوليه قال له هتشوط او السوليه قال له تشوط ولا شوط انا، فمجدي قفشه قال له انا هشوط وخد الكوره وحطها وشاط طلعت بره. ده ما حدث في موضوع محمد مجدي قفشه في مباراه فيوتشر. خلاص عشان بس في ناس حابة تعرف الموضوع من مصدره، ده الموضوع من مصدره. طيب تاني او تالت معلومة هقولها لحضرتك، ان محمد مجدي قفشة، محمد مجدي قفشة في مباراة اللي قبل فيوتشر على طول، كانت مباراة الاتحاد، عندما احرز الهدف الرابع او عمل الهدف الرابع لأكرم توفيق، كرة لعبها بالعرض دخل الجون، محمد مجدي قفشة قال لي كده: جزمة جمهور النادي الأهلي على دماغي. خلي بال حضراتكم من الكلام، قال لي كده، قال لي أنا آسف على اللفظ لكن هو قال لي كده، قال لي يا كابتن إسلام جزمة أقل واحد على دماغي من فوق، لأن الناس دي هي اللي رفعتني لسابع سما. أنا زعلان عشان أنا ما بلعبش. أنا زعلان عشان أنا ما بلعبش. عمري ما زعل من جمهور الأهلي. أنا حبيت بس أوضح لحضراتكم بعض المعلومات الخاصة بهذا الأمر علشان تبقوا حضراتكم عارفين ولكم الحكم. لكم الحكم. مفيش حد يقدر يزعل من جمهور الأهلي لأن جمهور الأهلي هو اللي بيحطك في سبع سما، وهو اللي بيخليك، وأنا قلت الكلام ده، هو اللي بيخليك إسلام الشاطر أو فلان الفلاني أو علان العلاني. الهدف الثالث ماشي. فاللي بقوله انه محدش يقدر، هو الجمهور حد يقدر يزعل بالجمهور؟ الجمهور يعمل اللي هو عايزه وينتقد، لان كمان انتقاد جمهور النادي الاهلي دايما بيبقى انتقاد ايجابي، بيخليك عايز تبقى كويس. ف يا جماعه من فضل حضراتكم دي معلومات ولكم الحكم في النهايه على كل الكلام اللي انا بقوله أو المعلومة اللي وصلتني وأنا بقولها لحضراتكم. أنا دوري إن أنا أنقل لحضرتك المعلومة اللي وصلتني. فأنا نقلتها لحضرتك، وفي النهاية جمهور الأهلي له الحكم وأنا متأكد. وخلي بال حضراتكم أنا في البيت الكبير، بلاش أنا عشان بتزعل الناس. البيت الكبير إحنا هذا البرنامج مش هنقطع في اللعيبة. ولكن إذا كان هناك أخطاء هقول إن في الخطأ كذا، عندنا أخطاء، عندنا إضاعة فرص أخطاء، عندنا أخطاء أخرى، عندنا أخطاء أخرى هنقولها وهنتكلم فيها، ولكن لن أهدم فريقي أبدا. ده أنا وعد واخده على نفسي مع منظومة العمل في القناة وفي البيت الكبير. إحنا خدنا هذا الوعد، عمرنا بالعكس دايما هنتكلم عن نص الكوب المليء على الشكل الايجابي للفريق، وهفضل دايما في ظهر النادي الاهلي، في ظهر النادي الاهلي مش في ظهر لعيب، في ظهر النادي الاهلي. ايه اللي حصل؟ تعادلنا كنا وحشين معاكم 100% في المباراه السابقه، كنا وحشين، وكان من المفترض ان الماتش ده يخلص 6-7 صح، لان نادي فيوتشر نادي محترم ولكن بيلعب ب10 لاعبين بعد الدقيقه 20 صح. البعض تصور يا جماعه لسه بدري قوي، هل حضرتك متصور ان ممكن يتم التفريط في النقاط زي ما حصل قبل كده؟ هو قبل كده ما حصلش ان تم التفريط في النقاط، لكن خليني اقول لك، هل حضرتك متخيل ان احنا ممكن نسكت على مثل، او مش انا ولا حضرتك، جمهور النادي الاهلي طبعا، ولكن انت عندك اداره كوره عارفه كل اللي بيحصل، عارفه كل حاجه من يومها لغايه النهارده. هو حضرتك فاكر ان الكابتن محمود كابتن خطيب في قطر مش شايف ايه اللي بيحصل؟ طول النهار تليفونات مع كل مجموعه العمل لترتيب ما هو قادم، لترتيب ما هو قادم. ايه اللي هيحصل انا معرفش الحقيقه، ولكن 100% كابتن محمود شايف.
إدارة العمل أو إدارة الكرة في النادي الأهلي شايفة، فأكيد الأخطاء سيتم تصحيحها. ولكن إيه اللي حصل؟ 7 ماتشات كسبنا 6 وتعادلنا ماتش. إن شاء الله ربنا يكرمنا في اللي جاي كالعادة. من يوم المباراة لغاية النهاردة جمهور الأهلي العظيم واقف في ظهر فريقه، وهو ده اللي أنا عايزه، وده اللي أنا خدت بيه وعد مع نفسي ومع فريق العمل هنا، إن إحنا كلنا هنفضل دايما في ظهر النادي الأهلي. لكن نقول الأخطاء بشكل إيجابي. يعني ايه اخطاء بشكل ايجابي؟ يعني بشكل كويس، نقولها بشكل كويس. لكن هذا الفريق يستحق كل الدعم، وهنفضل ندعم هذا الفريق، لان احنا بنلعب دوري وداخلين على بطوله افريقيا، وبعدها كاس عالم للانديه، بعدها ايه؟ كاس عالم للانديه، بعدها ايه تاني؟ كاس عالم للانديه. ف كاس عالم للانديه، وبعد كده هنرجع نلعب دوري وبطوله افريقيا. لازم نفضل كجمهور في ظهر لاعبتنا وفريقنا وكل حاجه. ودايما خدوا بال حضراتكم، اداره الكره في النادي الاهلي واخده بالها من اللي بيحصل وشايفه الاخطاء وبيتم علاجها اول باول. فانا بس حبيت ان انا اشرح لحضراتكم موضوع محمد مجدي قفشه، واشرح وجهه نظرنا فيما هو قادم، الدعم المستمر لفريق الكره في النادي الاهلي. هو ده دورنا الفتره اللي جايه. ولكن بما اني بتكلم عن هذا الامر، هو ما اعمل ايه؟ لازم اتكلم. طيب، هل ما ينفعش ان الحكم يحسب ضربتين جزاء في مباراه واحده او 3 ضربات جزاء في مباراه واحده؟ النهارده نهائي كاس العالم ما بين فرنسا والارجنتين، وفي الدقيقه 117 راجل طلع بايده، اتعملت الكره في ايده، الحكم واقف قدام الكره صفر توت ركله جزاء ثانيه تعادل بيها مبابي مع 3-3، وحكم مباراه النادي الاهلي او حكم الفار مش عايز ينده على الحكم يقول له في ركله جزاء. هو مين اللي لعب الكره الاول هنا يا شباب؟ مين اللي لعب الكره الاول هنا؟ يعني لاي حكم شايف اهو، بس خلاص، بس تعالى لي ركله جزاء صحيحه 100%، لم يتم احتسابها، كانت النتيجه 2-0. وناحيه الشمال الكره بتاعت عمرو السوليه يستحق فيها لاعب نادي فيوتشر طرد تاني. هو ما ينفعش، هو الحاجات دي ما تنفعش ان انت تحسبها؟ ما ينفعش يبقى ليا ركله جزاء تانيه وتحسبها وتالته وتحسبها؟ ما ينفعش يبقى ليا طرد تاني وتالت وتحسبه؟ نفسنا الحكام ما يبقاش لهم دعوه بالنتيجه، وما لهمش دعوه بالاداء، وما لهمش دعوه بالتيشيرت. ما تحسب ولا حلوه فرقه وحشه، فرقه حلوه، فرقه كسبانه، فرقه مش كسبانه، انت مالكش دعوه، انت اللي شايفه احسبه. وفين الفار في مثل هذه الامور؟ هو ليه اللعبتين دول ما استدعاش الحكم؟ لماذا لم يتم استدعاء الحكم في الالعاب دي؟ حرام عليكم، حرام. عندنا مش مشاكل، وقلنا ان عندنا وكذا وكذا، ولكن في نفس الوقت هو حضرتك لو حسبت الكره دي بلانتي وطردت اللعيب الثاني بتاع فيوتشر اللي في عمرو السوليه، في رجل عمرو السوليه الكره زي بتاعت حمدي فتحي السنه اللي فاتت وطردته، كان الماتش خلص كام؟ الله اعلم برضو. ولكن كره القدم فيها كل شيء طبعا، وانا راجل عارف ان كره القدم فيها كل شيء، ولكن المباراه كانت هتبقى اقرب للنادي الاهلي بكتير. انا عايز حق حضرتك، مش عايز حاجه تانية، والله ما حد عايز حاجه تانية. احنا عايزين حقوقنا، من فضل حضراتكم ادونا حقوقنا، ادونا حقوقنا فقط لا غير، مش حاجه تانية. لسه مع النادي الاهلي اللي دايما مشرفنا وبيواصل الانجازات، وده مش بالكلام ولكن بالارقام والافعال. احنا هنا في الاهلي لما بنتكلم عن انجازات وارقام، بنقول حقائق، مش مجرد كلام في الهوى وخلاص. ناس عايشه يا عيني على كلام غير حقيقي، غير حقيقي. الاهلي بطل افريقيا المره الثانيه في تاريخه امام الهلال السوداني زي النهارده، كان حدث تاريخي من الذكريات السعيده على النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. توج الفريق بدوري ابطال افريقيا للمره الثانيه في تاريخه بعدما فاز على الهلال السوداني بهدفين دون رد في اللقاء زي ما حضراتكم شايفين الذي اقيم باستاد القاهره في مثل هذا اليوم 18 ديسمبر
1987 بعد انتهاء مباراة الذهاب بالخرطوم بالتعادل السلبي. الأهلي حسم الأمور مبكرا عندما مرر إبراهيم حسن، كابتن إبراهيم حسن، كرة عرضية في الدقيقة الخامسة، أراد جمال الثعلب مدافع الهلال إبعادها فأسكنها شباك مرمى. في الدقيقة 42 سجل كابتن أيمن شوقي الهدف الثاني بضربة رأس رائعة. تشكيل النادي الأهلي في هذه المباراة ضم كل من الكابتن أحمد شوبير، كابتن إبراهيم حسن، كابتن حمادة صدقي، كابتن محمود صالح، كابتن ربيع ياسين، كابتن علاء ميهوب، كابتن حمدي أبو راضي، وكابتن محمود الخطيب نزل، وكابتن أسامة عرابي، وكابتن محمد سعد نزل، وكابتن طاهر أبو زيد، وكابتن أيمن شوقي، وكابتن حسام حسن. في مثل هذا اليوم استطاع النادي الأهلي أن يفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه. يلا بقى بينا نروح لوحش افريقيا واحسن لاعب داخل قاره افريقيا، السد المنيع، كابتن محمد الشناوي، الكابتن والقائد. الشناوي بيمر بفتره صعبه وكلنا لازم ندعمه. الشناوي النهارده عيد ميلاده ال 34. الشناوي اول حارس في تاريخ مصر يستطيع المشاركه في مونديال الانديه وكاس العالم للمنتخبات الى جانب الاولمبياد. هنقول له النهارده كل سنة وانت طيب، انت البطل وانت القائد، كل سنة وانت دائما صائد البطولات. زي ما قلت لحضراتكم دائما اتجاهنا هيكون اتجاه ايجابي ودعم لكل لاعبة النادي الاهلي خلال الفترة القادمة. عندنا فترة صعبة جدا جدا، مباريات كثيرة، كل ثلاث او اربع ايام مباراة، كل ثلاث ايام مباراة، يجب ان يكون هناك دعم. سبع مباريات حضرتك يعني الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا ست مباريات وتعادلنا في المباراة، وبالتالي دعم كامل لكل اللاعبين، ما عنديش أي مشكلة في هذا الأمر، ولكن من حقنا إن احنا نطلع ونقول ما هي الأخطاء اللي ارتكبها لاعبة النادي الأهلي، علشان زي ما حضراتكم سمعتوا خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا في الاستوديو التحليلي وفي بقية برامج قناة الأهلي والقنوات الأخرى، هناك أخطاء. نعم هناك أخطاء والكل يعترف بهذه الأخطاء، ولكن المدير الفني هو الوحيد القادر على إصلاح هذه الأخطاء، وبالتالي خلينا ننتظر دايما أن احنا ندعم فريقنا خلال الفترة القادمة، خصوصا المباراة اللي جاية مباراة صعبة. وزي ما حضراتكم شايفين فاركو، احنا هنلعب فاركو بعد بكرة إن شاء الله، النهاردة الحد يوم الثلاث إن شاء الله، يوم الثلاث واحنا بنلعب فاركو. فاركو مشى المدير الفني بتاعه، جاب مدير فني اخر كابتن ايهاب جلال، هو اللي هيكون مع الفريق قبل مباراه النادي الاهلي. كالعاده الكل بيحاول ان هو يظبط نفسه قبل مباريات النادي الاهلي، علشان لو تعادلت او خدت نقطه ولا كسبت النادي الاهلي تبقى يعني بالنسبه لك حاجه، وده طبيعي على فكره، علشان ما تفتكروش ان بس، لا ده طبيعي وده بيحصل، ان هو ده الكبير، دايما الكبير بيتعرض لمثل هذه الامور. لازم نبقى احنا دايما اقوى، لازم نبقى احنا دايما واقفين على رجلنا اكتر، لازم نبقى احنا دايما واخدين بالنا ان احنا لما نروح ب10 فرص ما نضيعش 11 فرصه، يعني مش ممكن، لما نروح ب10 فرص ممكن تضيع واحده 2 3 4 5 6، هات واحده او 2 او 3 من السبع ثمان فرص اللي بتيجي. هي دي مشكلتنا الاساسيه والكبيره جدا، ان احنا بنروح بخمس ست سبع فرص ما بنجيبش. نتمنى ان ده يتغير الفترة اللي جاية، وده هيتغير مليون في المية، هيتغير خلال الفترة القادمة. وما تقلقوش ان شاء الله الفترة اللي جاية زي ما قلت لحضراتكم، انا ما اعرفش الدنيا ما فيها ايه ولا ايه اللي بيمشي، هقوله لحضراتكم لما نعرفه او نتكلم نقدر نتكلم فيه، انه ان شاء الله خلال الفترة اللي جاية ادارة كرة القدم شايفة ايه الاخطاء وحاطة ايديها على العيوب اللي موجودة مع مستر كولر، وكل حاجة هيطلبها مستر كولر سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة على قد ما نقدر، لانه حضراتكم عارفين ان الميركاتو الشتوي بيبقى الماركت فيه او البيع والشراء فيه اقل شوية من الصيف. عموما الشناوي واحد من اللاعبين الرجاله، ولو في تراجع في مستواه في بعض الاوقات فده امر طبيعي، واتكلمت مع حضراتكم في الموضوع ده قبل كده، وانا الحقيقه مش بقول الكلام ده عشان شاشه قناه الاهلي، ولكن انا بقول كده لان اي لاعب في الاهلي محتاج الدعم، سواء من الاعلام الاهلاوي او من الجماهير، خاصه لما يكون لاعب مهم وله دور كبير ودائم في حصد البطولات زي الشناوي وزي أفشة وزي شريف وزي كل الناس اللي متواجدين. النهاردة الكاف كمان هنئ محمد الشناوي عيد، وقال له عيد ميلاد سعيد لأفضل لاعب في القارة، واحتفل لاعبة النادي الأهلي والجهاز الفني بعيد ميلاد قائد الفريق، وذلك قبل انطلاق
فقرات المران الذي أقيم اليوم على ملعب مختار إتتش. ماتش فاركو ماتش مهم جدا، ماتش من المباريات الصعبة، من المباريات اللي دايما هيبقى زي ما قلت لكم مغيرين مدرب وعاملين وعاملين وعاملين، ولكن في النهاية نادي الأهلي إن شاء الله إن شاء الله يظهر بشكل مختلف في مباراة فاركو. تعالوا نطلع نشوف تقرير عن أهم استعدادات النادي الأهلي لهذه المباراة، وإن شاء الله بعد كده فاصل، وبعد هذا الفاصل هيكون معانا أربعة من نقادنا الرياضيين اللي هيكونوا محللي كرة القدم العالمية، إيهاب الجنيدي وأحمد مجدي ومحمد جمال ومحمد مصطفى هيكونوا معانا، ولكن بعد ما نشوف هذا التقرير فاصل، وبعد الفاصل نجومنا هيكونوا معانا في البيت الكبير. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. النهاردة كان ختام مونديال قطر 2022، وبالتالي عندنا كلام مهم جدا واحصائيات كثيره جدا، وماتش الحقيقه النهارده حاجه في منتهى الروعه، حاجه في منتهى الجمال. انا ما اتكلمتش عن الماتش في المقدمه لان الحقيقه النهارده هيبقى معايا اربعه من النجوم اللي كانوا دايما متالقين معانا خلال هذا الشهر بالكامل. هنتكلم اكتر فنيا عن هذه المباراه وعن كل ما يخص كاس العالم. خليني ابدا باليمين بمحمد جمال. ازيك يا محمد؟ ازيك يا اخبارك ايه؟ كله تمام؟ ايهاب الجنيد. ازيك يا ايهاب؟ الله يخليك. كله كويس؟ كله تمام الحمد لله. محمد مصطفى. ازيك يا محمد؟ ازيك يا كابتن؟ كله تمام؟ كله زي الحمد لله. ازيك يا ابو حميد؟ احمد مجدي. ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ كله كويس؟ زي الفل يا كابتن. الحمد لله. هنتكلم كثيرا جدا عن كاس العالم وما حدث في كاس العالم في هذه النسخه المميزه والرائعه من كاس العالم قطر 2022، ولكن كالعاده اجواء رائعه، ونبدا دائما بكواليس وكل الاخبار الخاصه بمونديال قطر 2022. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. النهارده الحقيقه محمد كانت مباراه رائعه الحقيقه ما بين الفريقين الكبيرين، سواء المنتخب الفرنسي والمنتخب الارجنتيني. اخد من حضراتكم تعليق بقى، احنا اربعه النهارده فنتكلم كل واحد يقول رايه، يعني موجز الاول عن هذه المباراه. اكيد يا كابتن مباراه كبيره جدا، مباراه تاريخيه، يمكن من افضل وكل واحد شوط، ما احنا اربعه شوط من افضل مباريات كاس العالم في التاريخ كمان. صحيح. مباراه انها توصل 3-3 وتوصل لركلات ترجيح، كمان فوز ليونيل ميسي طبعا ببطوله كاس العالم لاول مره بقى في تاريخه، ان هو يحقق لقب هو كان بيتمناه من 17 سنه، من اول طبعا ما صعد في برشلونه والارجنتين. النهارده يمكن المباراه كابتن يعني اسكالوني بيعرف يذاكر المباريات بشكل كويس. صحيح. جدا بيعرف يدرسها بشكل كويس جدا، ولكن مش كوتش في الملعب. ده وجهه نظري ان هو مش كوتش في الملعب. يمكن التغييره النهارده اللي غيرت مسار المباراه ومجرى المباراه كانت تغيير طبعا انخيل دي ماريا نجم منتخب الارجنتين وخروجه في الدقيقه 64 من زمن المباراه، يمكن دي التغييره، واكونيا لعب يعني بديل ليه ظهير ايسر انه يلعب مكان دي ماريا اللي كان عامل الخطوره بشكل كبير جدا والضغط بشكل قوي جدا على دفاعات المنتخب طبعا الفرنسي. يمكن في الشوط الاول منتخب فرنسا كان سيء جدا، يمكن فضل سيء لحد الدقيقه 64 بعد خروج على طول دي ماريا. هنا بقى ديدي ديشامب تدخل وكان تغييرين كانوا في منتهى القوه بنزول طبعا كامافينجا وطبعا كومان. كومان ضغط بشكل كويس قوي في وسط الملعب، قدر انه يعمل مرتدات بشكل سريع، بعدها على طول كامافينجا راح في مركز زيرو الايسر وخرج فرنانديز عشان يقدروا ان هم برده يضغطوا على المنتخب طبعا الارجنتين، وقدروا ان هم يسجلوا هدفين في دقيقه واحده. اعتقد ان المباراه النهارده اتلمت من اسكالوني بشكل يعني باللعيبه بشكل كويس، بليونيل ميسي بالحته كله هينسى بقى الفنيات، كله هينسى الفنيات ويركز طبعا في البطوله. ولكن يا كابتن البطوله في ارقام خرافيه، لما تبص على 172 جول في البطوله الحاليه في كاس العالم، هي اكثر بطوله تم تسجيل فيها اهداف. تبص كمان على عدد الحضور الجماهيري بمعدل في كل الماتشات 3,404,000، ده عدد كبير جدا. النهارده المباراه كان حاضر فيها اكثر من 88,000 مشجع، فاعتقد ان هي بطوله رائعه جدا والارجنتين تستحق لقب كاس العالم الموسم ده. إيهاب زي محمد قال، دي ماريا وجوده في المباراه كانت مفاجاه للجميع، انه ما لعبش المباراه اللي قبلها وما بداش المباراه اللي قبلها، وبالتالي كان وجوده مفاجاه وخروجه قلب المباراه لصالح المنتخب الفرنسي. هو ما كانش محطوط في التشكيله يا كابتن اساسا، يعني التقارير قبل المباراه انه دخل التشكيله قبل ساعه تقريبا على التشكيله، ما كانش هو اللي محطوط، كان اكونيا هيلعب اساسي ومحطوط في التشكيله، وغير سكالوني ليونيل سكالوني غير التشكيله ونزل المفاجاه اللي قلبت له المباراه. المباراه النهارده باختصار انا اقدر اسميها مباراه ميسي ومبابي، مش مباراه مدربين ولا مباراه لاعبين، هي باختصار مباراه النجمين الكبار قوي ميسي ومبابي، هم دول ابرز حاجه في المباراه. ده جاب جونين وده جاب ثلاثه، مشوا فرقتهم الاثنين جارين فرقتين. انا اسف ان اقول الفرقتين ضعاف،
يعني السكواد هنا وهنا رغم قوه السكواد الفرنسي، ولكن في المباراه النهائيه فرنسا ظهرت فريق ضعيف، فريق لا فرنسا ظهرت وجهه نظري كالعاده وهو الناحيه الدفاعيه السيئه جدا 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 للمنتخب الفرنسي وجهه نظري. بالظبط ما هو من اول البطوله تخيل ديمبلي مش قادر، مفيش ولا بص صح، مفيش ولا بص صح النهارده. ديمبلي للمباراه الثانيه يا كابتن مش النهارده بس، المباراه الثانيه على التوالي مستوى سيء جدا بعد ما كان بادئ المونديال بشكل كويس وكله بيشيد بيه. المباراه اللي فاتت قدام المغرب كان مش موجود تقريبا خالص صح. والمغرب تلعب كتير بالمنتخب الفرنسي ولعب المنتخب الفرنسي، حتى جريزمان اللي الراجل اللي بيعمل هجمات كان بيلعب في قلب منطقته قدام الجون بتاعه بيطلع هجمات، فكان المنتخب الفرنسي زي ما حضرتك قلت دافع اول في الملعب بس كان ليه شكل هجومي. يعني اول الدور الاول لما شفناه بيسجل اهداف كتير ومنتخب بيهاجم ومنتخب بيلعب بشكل كويس، ده ما ظهرش في اخر مباراتين. اللي شال الفرقه في اخر ماتشين بالذات هو مبابي. مبابي النهارده بيعمل ارقام خرافيه بنسبه انه لاعب هيبقى اسطوري، ممكن يحطم كل الارقام في كاس العالم، ممكن يلقى من السهل جدا يعني السنين الجايه حطم رقم كلوزا الهداف التاريخي لبطوله كاس العالم. خلاص هو بقى 12 هدف دلوقتي، جاب 13 وصل 12 هدف حاليا، فخلاص خلاص بينه وبين 16 هدف بتوع كلوزا اربع اهداف، لعيب بيسجل رقم خرافي و 23 سنه بس عمل رقم تاريخي كمان. هو النهارده الهاتريك ده تاني هاتريك في التاريخ في نهائي كاس عالم بعد جيف هورست في 66 مع منتخب انجلترا، فهو النهارده الماتش كان ابرز ما فيه عنوان المباراه دي ميسي ومبابي حقيقي. طيب برضو محمد خليني برضو اسمع رايك في، انا بشوف برضو ان منتخب الارجنتيني فريق منتخب كويس وكل حاجه، ولكن مش عارف اقولها ازاي، ولكن المنتخب الارجنتيني بطل العالم يعني مش عارف، مش عايز اقول لك اقوى سكواد بلاعب واحد بطل العالم بلاعب صحيح. ده بطل العالم بلاعب، انا ما اعرفش لما ميسي يبطل هيعملوا ايه على رايك. هيبقى مصيبه على الارجنتين يعني. بص يا كابتن، هو النهارده فيلم الحريف لعادل امام بيطبق في الملعب فعلا. الحريف فارس هنا وهنا بيفوز على مختار بعد مباراه، يعني المنتخب الارجنتيني فيه ما كانش المفروض في البدايه ان هو يكون الاقوى بحكم السكواد بتاع المنتخب الفرنسي هو الاقوى، ولكن وجود ميسي قادر يصنع الفارق مع اي منتخب واي فريق في التاريخ. في نهائي فارس ميسي بيفوز باللقب على حساب المنتخب الفرنسي، بس عايزين ناكد برضو على انه في عنصرين مهمين جدا مع ميسي كانوا دايما بيساهموا في كل انجازاته. ايوه دي ماريا مثلا هو اللي كان احرز هدف تتويج المنتخب الارجنتيني باولمبياد 2008. دي ماريا هو اللي احرز هدف كوبا امريكا، تتويج الارجنتين بكوبا امريكا سنه 2021. مارتينيز حارس المرمى النهارده هو اللي بيتالق في ضربات الترجيح، وهو اللي تالق في مباراه هولندا وتصدر لضربات الترجيح، وهو اللي اهل الارجنتين لفاينل كوبا امريكا. فدايما ميسي كان برضو معاه بعض العناصر اللي بتساعد المنتخب الارجنتيني ان هي توصل للبطولات، وابرزهم هو كان الثنائي دي ماريا ومارتينيز. ولكن اجمالا لا، المنتخب الارجنتيني مش اقوى حاجه وهيعاني جدا بعد ميسي، ولكن كان لازم الفيلم يقفل كده، كان لازم الفيلم يقفل بفوز ميسي وتتويج المنتخب الارجنتيني بالبطوله الثالثه في تاريخه. وسبحان الله مجدي برضو انت وانت قاعد بتتفرج لو الماتش خلص 2-0 ما كنتش يعني ما كانتش هتبقى حلوه 2-0 والمنتخب الارجنتيني كسب وبتاع، لكن بعد المباراه حسينا بشغف كاس العالم وحب كاس العالم، وقد ايه احنا لاول مره اشوف ميسي بهذا الشكل الحقيقه، يعني اول مره اشوف ميسي مبسوط وفرحان وهو في الطبيعي بتاعه اللي هو البوكر فيس الوش الواحد ما بيغيروش، لا النهارده شفنا ميسي على حقيقه اخرى. احنا كنا بنتكلم اوف اير يا كابتن على نقطه الشخصيه اللي افتقدها ميسي طول 16 سنه من اللعب الدولي صحيح، واكتسبها في 2019 بعد كوبا امريكا اللي الارجنتين خدت فيها المركز الثالث وتاهلت فيها سيمي فاينل، لما بدا يهاجم الكوميبول وبدا يهاجم المسؤولين البرازيل وبدا يهاجم التحكيم، كل دوت اداله شخصيه كبيره جدا بنى عليها في 2021 لما خد كوبا امريكا وظهر بها بافضل شكل في كاس العالم 2022. ميسي بيثبت انه يعني لا يصح الا صحيح يا كابتن. نعم. يعني لانه اللي حصل من اول البطوله لحد دلوقتي هو تتويج، غير انه مستحق، فهو التتويج اللي انا بتفق مع محمد فيه انه كان لازم ينتهي بالقصه بالشكل ده، يعني هي القصه محبوكه عشان تخلص كده. لانه عارف لو كانت 2-0 زي ما حضرتك بتقول يا كابتن كان هواء برضه هيتنجم وكل حاجه، لكن لما يرجع الفرقه وترجع تاني ويجيب بيلين ويحصل السيناريو ده مرتين في ماتش هولندا وماتش فرنسا، كان دخل هو البلانتي الاخيره مش الاولانيه. اللي هي كان خد كل حاجه بقى. لا بس هو النقطه انه المجموعه دي مجموعه الارجنتين ممكن يكون ميسي اهم اسباب قوتها وممكن يكون اهم اسباب تحررها اعتزاله بعدين، يعني احنا لما يبقى في نجم عندك مسيطر على المشهد كله بيبقى اعتزاله يا كابتن كفيل ان هو يحرر الجيل ده كله،
دلوقتي ميسي سايب الارجنتين لو اعتزل بعد يعني هو تصريحاته يعني حملت اوجه بعد البطوله لما قال ان هو ختامه كان مسك في قطر مثلا، فده معناه انه ممكن يبقى بيلمح للاعتزال. ولكن لا هو قال انه هيكمل، هو لسه مطلع تصريح دلوقتي حالا شويه قال عايز اجرب، عايز اجرب دور البطل. لا عايز اكمل بقى، اكمل الفتره الجايه انا بطل. صح انا عايز العب انا بطل عالم. فاللي هو اداه للارجنتين، ودلوقتي الارجنتين مصنف اول في اخر ترتيب للفيفا. الارجنتين واقفه دلوقتي عند النقطه اللي كل الناس كانت مستنيه ميسي يوقفها عندها، اللي هي نقطه معادله مارادونا اتحلت خلاص، تعالى بقى نتخفف من الضغط ده ونلعب كره عادي واحنا نشوف واحنا منتخب عملاق. يعني انت تقصد ان اللي جاي يبقى افضل؟ ممكن مش اوحش. لا ممكن يكون افضل بكتير، الضغط اتشال يا كابتن. جزء من ظهور الارجنتين في كاس العالم ده بمظهر جيد هو كوبا امريكا 2021 مثلا. وجهه نظر. اه يعني هو كوبا امريكا 2021 خففت الضغوط عن كاهل كل الناس دي، لان هي لان كان الجيل يعني اللقب الاول للجيل الارجنتيني ده. فكاس العالم 2022 تخففوا من خفف الارجنتين من الضغوط ده، اعتقد ممكن يساعدهم في كوبا امريكا 23 وفي كاس العالم 2026. عموما مونديال قطر يبدا حلما وينتهي واقعا. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. جيمي برضو عايز اعرف يعني في النهايه رايك في تنظيم هذه البطوله، واحده من افضل واروع البطولات. اه وهنرجع نتكلم فني وهنرجع يعني رايحين جايين. اعتقد يا كابتن قطر استفاده كبيره جدا، كمان العرب استفادوا استفاده كبيره جدا، ان انت قدرت ان انت تحط كل العادات والتقاليد بتاعتك قدام كل المنتخبات الموجوده، من كل طبعا لكل منتخب عنده عاداته وتقاليده. يمكن من بدايه البطوله او التنظيم يمكن من 2010 واحنا كلنا عارفينها في قطر، مرت بظروف كتير جدا السنوات اللي فاتت، من نجاح التنظيم من عدم نجاح التنظيم، ولكن بشوف ان البطوله مبهره، مش نجاح بس يعني نجاح منقطع النظير. النهارده شايفين ميسي حتى وهو بيرتدي اللبس كده او الزي العربي كده القطري، وان هو بيرفع كاس العالم والشاحن القطري بالزي العربي، فاعتقد ده نجاح كبير جدا. لا يعني رئيس الفيفا خده لبس الوشاح وطبعا طلع خد كاس العالم. كمان يا كابتن عدد الحضور الجماهيري كبير جدا، تستحق كل التحيه قطر بصراحه، عاملين حاجه رائعه. التنظيم كمان يا كابتن في حته الدخول الجماهير، الملاعب حتى يا كابتن مميزه جدا، الملاعب شكلها رهيب، الملاعب فيها كل الامكانيات، اللعيبه كلها كل حاجه متاحه، حتى كمان متاح للصحفيين الموجودين هناك كل حاجه ممكنه، تحليل بيانات للعيبه، تحليل الاداء، وهم قاعدين بيظهر لهم كل حاجه بيتفرجوا عليها. في لاونج كده كان ب 2 مليون دولار. ده فظيع. ده في استاد لوسيل. لوسيل فظيع. 2 مليون دولار بس. فظيع. لا التنظيم رائع يا كابتن. قلت لك بقول لك ب 2 مليون دولار تنظيم. بقول لك 2 مليون دولار. لا الموضوع صعب. عمال يكمل. كلام مهندس كلام الرقم. انت عايز اقفل الحلقة. الرقم مش هينفع تتكلم. 2 مليون دولار. هو مش صعب الرقم. لا الرقم مش هو عمال يحسب. هو ايه؟ عامله كام؟ وبعدين احسب على ده على ايه ولا كام ولا 20 في كام؟ الموضوع صعب يا كابتن. الموضوع صعب، خلينا في التنظيم. لا التنظيم رائع بصراحة، وهم قدروا ان هم يحطوا كل العادات والتقاليد من بدايه البطوله. طبعا كمان كان انفانتينو بصراحه رئيس الاتحاد الدولي ساعد في ده بالمؤتمر الصحفي اللي عمله على طول قبل بدايه البطوله، واتكلم فيه عن العادات والتقاليد، وان خلاص انت في بلد دلوقتي في قطر فلابد من احترام جميع العادات والتقاليد. كنت بقول لك ان حضر 3 مليون واحد يعني حضروا في البطوله دي من الجماهير، اعتقد ان اكتر جماهير كانت حاضره من الجماهير بقى الاوروبيه او جماهير امريكا الجنوبيه كانت جماهير منتخب الارجنتين. النهارده الملعب واصل فيه 80,000، ومباراه المكسيك كان 80,000 ايضا في دور المجموعات. لا يعني نجاح كبير جدا بصراحه لقطر. هيب. طبعا قطر زي في الرساله اللي بعتها النادي الاهلي النهارده رسميا شرفت العرب. صحيح. شرفت العرب وشرفت كل الدول العربيه. قطر نظمت بطوله على اعلى ما يكون، ووضعت اي دوله قادمه من وجهه نظرها تنظم كاس العالم في حرج كبير، انك تعمل نفس اللي عملته قطر، يعني مش هنقول افضل منه، انك تقدم نفس اللي قدمته قطر هيبقى صعب جدا على اي دوله جايه الفتره الجايه. انفانتينو تصريحه اللي قال دي اعظم كاس عالم في التاريخ، الراجل رئيس الفيفا، رئيس اعلى اتحاد للعبه في العالم كله اللي بيدير اللعبه، قال ان دي اعظم كاس عالم في التاريخ. النهارده يورجن كلينسمان بيدلي بتصريح بيقول ان دي كاس عالم رائعه جدا، بيسالوه هي الافضل في التاريخ، قال ما اقدرش اقول كده لان كل كاس عالم ليها جمالها وليها بريقها، ولكن انا شايفها من اعظم بطولات كاس العالم في التاريخ. في اجماع، كل المخاوف اللي كان البعض بيرددها في الغرب واللي كانوا بعتبرهم اللي كانوا عايزين ياخدوا البطوله من قطر، يعني اللي وراء التصريحات دي، مخاوف الزحمه في مدينه واحده زي الدوحه، ازاي هيبقى 8 استادات كلهم في العاصمه، ازاي هيبقى فيه مش عارف الجماهير دي كلها هتستقبلوها ازاي، ما ظهرتش اي مشكله نهائي، في انسيابيه في المرور، في المشجعين كلهم مرتاحين، كل شيء تنظيم زي ما تقول كده يا كابتن، كانوا حاسبين
اقل حاجه بالورقه والقلم قطر حسباها ومطلعه البطوله ما فيهاش اي خطا ولا حد ماسك عليها اي حاجه. الامير تميم من قطر بيحضر كل المباريات او على الاقل مباريات الفرق العربيه، كانت حاجه جميله جدا، وبيدعم الفرق العربيه علم المغرب. المغرب نفسها كانت ظاهره لافته جدا في البطوله دي، حاجه فتحت افاق جديده للكره العربيه وللكره الافريقيه، يعني ادتنا امل كبير قوي في المونديال ده ان اللي جاي مختلف، وان العرب يقدروا والمنتخبات العربيه تقدر، هي بس تنظيم وما تخافش، انت زيك زيهم زي ما نقول 11 لاعب في الملعب تقدر تلعب وتقدر تأدي، تاخد رابع العالم لاول مره في تاريخ افريقيا ولاول مره في تاريخ المنتخبات العربيه. فمونديال قطر الحقيقه نجاحاته واسهاماته للكره العربيه وللعرب كانت لافته جدا. هل من الممكن ان نرى يا محمد الفتره اللي جايه منتخبات عربيه تاخد من المنتخب المغربي او منتخبات افريقيه تاخد من المنتخب المغربي وتؤثر في كره القدم العالميه خلال الفتره اللي جايه؟ هي امنيات، ولكن على ارض الواقع لا على ارض الواقع هنواجه مشاكل كبيره جدا، لانه تجربه المغرب هي تجربه فريده. المغرب نمره واحد، كان عندها اتحاد كره، الجماعه المغربيه اشتغلت على ازاي ان هي تجيب كل حقوق الانديه المغربيه والمنتخب المغربي، دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه عندهم كم محترفين بره في اوروبا في التوب ليفل في اوروبا مش موجود عند اي فريق عربي، يعني حتى المنتخب السعودي في مباراه الارجنتين شفناه قد ايه ان في توهج وان في حماس كبير جدا، ولكن خلاص الحماس اللي في الاول راح لما جيت تقابل بولندا، مكسيك خلاص فهموك عرفوا الريتم بتاعك، بولندا خلاص ركنت اتوبيس ورا وخطفتك وانت خبراتك قليله في كاس العالم، انما المنتخب المغربي لا، لعيبه بتلعب في باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ واشبيليه وويست هام وولفرهامبتون بشكتاش، بتتكلم في انديه كبيره جدا في اوروبا، فاللعيبه دي ما عندهاش اي رهبه خالص تجاه اي يعني منافس. صعب الا اذا المنتخبات العربيه اشتغلت على لاعبيها ان هم يطلعوهم بره في اوروبا، يعملوا دوريات قويه تقدر من خلاله تطلع لعيبه تلعب بره في اوروبا، وعندها اتحاد كره قوي قادر يفرض ويدور على حقوق الاتحاد بتاعه. انما المغرب يعني طبعا شرف كبير جدا للمنتخب المغربي، ودي واحده من الحاجات الاستثنائيه اللي حصلت في مونديال قطر، يعني مونديال قطر بيقام في الشتاء لاول مره في التاريخ، لاول مره في التاريخ منتخب عربي وافريقيا بيوصل سيمي فاينل كاس عالم. صحيح. بنشوف النهارده في قطر الملاعب كلها قريبه من بعضها، الناس بقت تتفرج على ماتشين وثلاثه في نفس اليوم، يعني وده ما كانش حاصل في اي مونديال في التاريخ، فكان مونديال استثنائي. اتمنى انه الاستثناء بتاع المغرب يكرر تاني في مرات جايه، بس محتاج دراسه ومحتاج شغل، مش ما ينفعش الموضوع يمشي بشكل عشوائي. مش جهجهوني. خلي بالك السعوديه الوحيد اللي كسب البطل، ده انجاز كبير. صحيح طبعا. لا كده منطق البعض يعتبر السعوديه هي بطل العالم. طبعا بما انه طيب خلينا نتكلم عن اللاعبين برضو يا احمد، يعني هل هي نهايه حقبه لاعبين معينين وبدايه حقبه جديده؟ بالتاكيد، يعني احنا كنا دردشنا الاسبوع اللي فات كابتن في الموضوع ده يوم الاربعاء، بس كده خلاص احنا بنقول شكرا لرونالدو، شكرا لميسي، مش هيعتزل كده يا كابتن؟ لا يعتزل، لو هيقعد يلعب كام سنه كمان؟ مش يعني سنه 2 3 4، ما دام ميسي مارادونا حاول يلعب 98 يعني. بص يا كابتن، ما دام ميسي قال انه مستمر يبقى رونالدو مش هيعتزل. هو ممكن ما يعتزلش، وممكن الناس دي يعني ممكن الجيل ده يفضل شويه يلعب، بس اللي لا شك فيه ان تاثير امبابي دلوقتي ده، تاثير امبابي بيعمله دلوقتي ده بدايه نجم جديد بتاع جيل جديد خلاص. يعني حتى 2018 اللي هو اخد فيها كاس عالم ما كانش هو النجم الاوحد، حاليا انت بتتكلم ان امبابي بعمر 23 سنه ما حدش يقدر يختلف انه اهم لاعب في العالم حاليا خلاص. احنا بنتكلم عن اهم اهم لاعب في العالم، فانت دلوقتي اللي عمله في كاس العالم ده انه بيقود منتخب سيء لدرجه بشعه. يا مشروع ده بيخش يشوط ركله الجزاء عادي. انا ممكن اديك بص على تعابير الوش يعني انا من تعابير الوش افهم. صح. تاني كوره وهو داخل تشاوميني اعتقد ولا مين النمره 2 تاني واحده كانت كومان. لا تشاوميني كان باين عليه قوي، هو داخل انا قاعد في البيت قلت لابني، قلت له يا مازن ده هيضيع، قلت له هيضيعها باينه وهو داخل باين، لكن ده مفيش يعني اي رياكشن انفعال على وشه. هو امبابي في حاجات حصلت في مسيرته
خلت الشعور بالضغط ده يقل. اولا انه خد كاس عالم وعنده 18 سنه، ده اول حاجه. المساله دي بالنسبه له بقت سهله، فهو جاهز يلعب كره بس. وبعدين جاب ثلاثه. ثانيا العقود الكتير، العقود الجامده اللي خدها في عمر صغير، يعني عقده مع باريس سان جيرمان الاولاني اللي في 2017 كان عقده خرافي، كان اغلى، كان اعلى راتب في الدوري الفرنسي قبل ما يجي نيمار، يعني في السنه دي كان يعني هو ونيمار قبل ما يجي ميسي بعدين، وحاليا هو اكتر واحد تقدير للرواتب على كوكب الارض كله، ومن اعلى الرواتب بين الرياضيين كلهم، هو اعلى راتب بين الرياضيين كلهم، كل عالم الرياضه بالباسكتبول بالان بي اي بكل حاجه بياخد مليون 160 يورو، 160 الف يورو في الاسبوع. ده رقم مضاعف، مليون، مليون 160 الف يورو في الاسبوع، ده راتب شمال 2 مليون دولار. كمل. فدي حاجه، نقطه التخفف من الضغوط دي حاجه، ضغط بسيط اللي هو الشامبيونز ليج، وهو عارف انه عاجلا او اجلا رايح ريال مدريد، فالشامبيونز ليج ممكن يكون قريب في اي وقت مع نادي بحجم ريال مدريد. نقطه انه متخفف من القاب كتيره بياخدها مع باريس سان جيرمان كل سنه، النقطه دي، نقطه الارقام مش ممثله لمبابي هاجس، لانه بالفعل حقق خلاص وهو في السن الصغيره دي بيعمل ده. تاني حاجه ان الشخصيه، يعني لو عايزين تعرف عظمه امبابي فعلا، منتخب فرنسا المشاكل اللي كانت عنده قبل المونديال مشاكل مش موجوده في اي سكواد، يعني احنا بنتكلم في ليفل 7-8 اصابات من العيار الثقيل، خطوط كامله مضروبه، في وصلت لمرحله ان بوجبا عامل اعمال لامبابي، والمدرب زعلان، والهورجو لورز بيقول الاجواء مش حلوه، فوضع متوتر جدا. لو جينا نشوف مين رقميا اللي شال الفرقه دي في المونديال، امبابي وجريزمان. النهارده جيرو هو خارج عمل قصه برضه. ازاز قوي جدا. فهو امبابي وبعدين الفيروس اللي ضرب اللعيبه قبل 4 ايام من النهائي، كل دي اجواء ما ينفعش يرجعك فيها غير لعيب اسطوره. اسطوره بعمر 23 سنه. وماكرون نزل. لان النهارده الثلاث تجوان دول من ثلاثه شوت من تارجت. على فريق لاعب عليك ماتش طول 90 دقيقه تقريبا. فاللي يعمل دي، اللي يعمل دي مش اي لعيب. هي دي الحاجات اللي كانت بتميز رونالدو مثلا. كريستيانو رونالدو في اخر ثانيه. ومشهد مش طبيعي ان رئيس الدوله ينزل ويقف معاه في الوقت اللي قعد يعني 3-4 دقايق بيتكلم معاه. ايوه طبعا يعني عطفا على كلامك يا ايهاب، لما كان خلاص قاب قوسين او ادنى نروح المدريد الصيف اللي فات، رجعوا الرئيس. حصل تدخل. رجعوا الرئيس، لان ده بالنسبه له لازم يفضل في فرنسا. لازم يفضل تحت عينيهم لحد على الاقل كاس العالم. وده اللي حصل. اللي امبابي بيعمله ده مولد اسطوره احنا شفناها بعمر صغير جدا. هياخد اكتر من مليون 150 ايه تاني؟ لا لسه العقد اللي جاي مع ريال مدريد اكتر بكتير. يعني في حاجات غير ان عقود، غير ان عقود باريس سان جيرمان بيبقى فيها بنود كتيره مش معلنه. ده جانب مهم. يعني مثلا نيمار خد نسبه كبيره من سلاسل فندقيه بيملكها نصر الخليفي مثلا، وده مش منصوص عليه، بس يعني الصحفيين المقربين للاماكن دي عارفين، بيبقوا عارفين ان في سلاسل فندقيه باسم نيمار. نيمار مثلا بيشترط في عقوده يا كابتن، يعني ده على سبيل الدعابه، دايما في عقوده عقده مع باريس سان جيرمان في 8 اصحابه لازم يجوا له، لازم يجوا له في طياره خاصه يعني يوفرها له النادي. فهي بنود كده تحس ان هي. فامبابي لا، امبابي رفاهيات كتير. العقد اللي جاي ده مع ريال مدريد انا متخيل مساله كل محمد جمال، عشان محمد جمال خرافي، كل الرقم بحب الارقام بيتبسط بالحاجات دي. سواء كابتن عنده تحدي، عنده تشامبيونز ليج، ده حلم الكبير ل باريس امبابي. لا لا، هو هيسيب باريس عشان يحقق الحلم ده، هيسيب باريس عشان يحقق الحلم ده. فانا متخيل يعني مبابي الجزء بتاع التخفف من الضغوط بدري، لما بتشيل من عليك ضغوط كتير، ممكن ده مع شخصيه مثلا زي رونالدينيو مثلا بوظه، تحس ان هو الضغط خلاه تمام، انا خدت كل حاجه وانا عندي 25-26 سنه، اما العب شويه بقى. امبابي لا، امبابي ده لان عنده نهم، ولان في ناس شغاله عليه كويس، في ناس شغاله عليه منتال، وهو شغال على نفسه كويس جسمانيا وذهنيا، ده مخليه في حته ثانيه. تحس ان هو مش تعب يعني. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، واضح ان هو بينام كويس جدا وبياكل كويس جدا. ومش مش متاثر باي ضغوط. يعني هو لما البند بتاع حقوق الصور بتاع ريال مدريد ده ما عجبوش، هو مش هيروح ريال مدريد خلاص. انا عايز 100% من حقوق الصور، ما حدش يحط صوره غير لما اخد كل حقوقها. فالبند ده اللي ما خلوش مثلا راح ريال مدريد في الصيف، هو بس ده كل شيء بعدين كان متفق عليه، بس ما تحطش صوره، وانا ما تحطليش صوره مع حد. فده اللي يعني بيوصل للمرحله دي يعني هو اي صوره جماعيه لفرقه ريال مدريد ما ينفعش امبابي يتقاضى نفس اللي بيتقاضوه. كانت يوم الايام مشكله عندنا في مصر، محمد صلاح بتاعت محمد صلاح. بس امبابي بقى علق على الكل بقى، امبابي قال 100% من حقوق اي صوره بتاعتنا خلاص في النادي كله. حتى لو جماعيه. اي جماعيه. الريال اعتقد وصلها له 60%، ودي مش ما بتحصلش مع اي لاعب. فتخيل بند حاجه تمام، مش هتفرق قوي في المقابل المادي اللي انت بتتقاضاه، بس هو لما كان بيضيع وقت. لما يوصل للدرجات دي في التفاوض ما كانش عايز يمشي. ما كانش وقتها. ممكن بقى. يعني هو برضه عارف انت لما بيبيع غنوه. ايوه انا هبيع لك الكوبايه دي ب 10 جنيه. فانت هتيجي تقول لي هاخدها ب 10، اقول لك لا ب 12. فهو مرتاح للدرجه دي. يعني هم كده. هو رخام انا مش هجيبها. عموما خلينا نكمل كلامنا عن امبابي، ولكن نطلع فاصل ونرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. يعني الحقيقه في كاس العالم دي يا جيمي برضو
كل حاجة حلوة يعني بسم الله ما شاء الله، وإحنا قاعدين بنتفرج مبسوطين وسعداء أن تستطيع قطر دولة عربية أن تساهم في أن تصل صورة الدول العربية بهذا الشكل الرائع للعالم كله الحقيقة. وطبعا أنا وإحنا بنبص دلوقتي على السوشيال ميديا ناس كتيرة جدا كاتبة، والأمير تميم، كل الناس كاتبة وكل الأمور كاتبة. فبما أننا بنتكلم عن قطر، خلينا نروح لقطر سريعا مع ناقدنا الرياضي وصديقنا العزيز الأستاذ أسامة السويسي. أستاذ أسامة إزاي حضرتك؟ ازيك يا كابتن اسلام حبيبي؟ اخبارك ايه يا حبيبي؟ وحشنا. انت اكتر والله يا كابتن اسلام، تحياتي ليك ولكل ضيوفك اللي منورين الدنيا كلها. ربنا يخليك يا حبيبي. اولا يعني الف مبروك هذا التنظيم الرائع لهذا المونديال العظيم الحقيقه، وهذا الشكل صحيح. الرائع لكل شيء، كل شيء رائع، كل صحيح. شيء جميل، كل شيء جيد. لسه كنا بنتكلم أرقام قياسية كثيرة جدا جدا، وأرقام قياسية تم كسرها في هذا المونديال، وبالتالي شكرا لكل من ساهم في أن يخرج هذا المونديال بهذا الشكل. مبروك مبروك لكل العرب في البداية، لأن ده مونديال كل العرب. مونديال خلال أقل من شهر نجح في إن هو يغير مفاهيم الغرب عن المنطقة العربية، اللي أثبتت إن هي قادرة على تنظيم أكبر بطولة على وجه الكرة الأرضية لكرة القدم بنجاح منقطع النظير، بشهادة كل العالم. العالم كله شهد إن دي النسخة الأفضل على الإطلاق على مر العصور، مش بس مجرد أرقام، سواء إذا كانت أعلى نسبة تهديفية 172 هدف، أو ثالث أعلى حضور جماهيري في الملاعب بعد البرازيل وامريكا. رغم طبعا كل الناس كانت مستغربه ازاي قطر البلد صغيره المساحه هتعمل البطوله كبرى بطولات العالم في كره القدم، لكنها نجحت تستغل صغر مساحتها ان هي تعمل تقارب في المسافات، فبالتالي بقى عند الناس كلها فرصه ان هي تحضر مباراه واثنين وثلاثه واربعه احيانا. يمكن جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للمرة الأولى وهتكون الأخيرة إنه يتمكن من حضور جميع مباريات البطولة، حتى المباريات اللي كانت بتلعب في نفس التوقيت كان بيحضر شوط في ملعب ويحضر شوط في ملعب ثاني. حاليا وللمرة الأولى في تاريخ المونديال الفريق البطل، الفريق الأرجنتيني البطل، بيتم الاحتفال بيه في الملعب في أرض المونديال مش في بلده، لسه ما راحش بلده. كل المنتخب الأرجنتيني بقيادة الأسطورة الساحر ليونيل ميسي معاهم كأس العالم في أتوبيس مكشوف، في باص مكشوف بيطوف درب لوسيل. درب لوسيل أحد اللي هو مقارب لملعب استاد لوسيل، التحفة المعمارية الغير طبيعية. درب لوسيل ده مقر لأحد المقرات المشجعين، وفي حضور سمو الامير تميم وفي حضور جياني انفانتينو في المنصه بيستقبلوا في وسط جمهور غير طبيعي. عايز اقول لك ان النهارده الفرحه بتاعه الارجنتين وفرحه الناس هنا في قطر هتمتد لغايه بكره الصبح. الناس مش هتنام، الناس كلها. عايز اقول لك انا كنت في الملعب، وطبعا ده من حسن حظي يعني انا حضرت جميع مباريات الارجنتين باستثناء المباراه الاولى، وهي المباراه الوحيده اللي خسروها. ويمكن وشك حلو يعني يا عم اسامه، وشك حلو على ميسي يا استاذ اسامه. يمكن عايز اقول لك المعصوره الرئيسيه، وطبعا كان فيها طبعا كمان كابتن محمود الخطيب وكابتن حسن حمدي كانوا مشرفين ومنورين المونديال، واجهه مشرفه لينا كمصريين وكاهلاويه. كل الاساطير من كل الجنسيات، البرازيليين اللي هم بتجمعهم مع الارجنتينيين عداوه غير طبيعيه في موضوع كره القدم تحديدا. مش عايز اقول لك قد ايه كان كل الناس دي فرحانه علشان الارجنتين فازت، علشان خاطر نعم عشان ليونيل ميسي تدخل بطوله العالم. خزائنه هي البطوله الوحيده اللي كانت ناقصه ليونيل ميسي، كان في حاله تعاطف غير طبيعيه مع ليونيل ميسي، وبصراحه قدم بطوله
غير طبيعيه واستحق ان هو يفوز بلقب احسن لاعب. طيب على الجانب الاخر برضو يا استاذ اسامه، يعني بما اننا بنتكلم على المنتخب الارجنتيني، يعني شفنا الرئيس الفرنسي كان متواجد ايضا في هذه المباراه، كيليان امبابي واحد من او هو الاسطوره القادمه، يعني الكل بيجمع على هذا الامر. برضو اشرح لنا ايه اللي حصل والدنيا ماشيه ازاي والاجواء في بالنسبه للمنتخب الفرنسي ماشيه ازاي. بقول لك هو 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 من حسن حظ قطر ان البطوله توصل للمباراه النهائيه بتوصل فيها لغايه 124 دقيقه. نعم. ثلاث ترجيح، وبعدين كيليان امبابي اللاعب الوحيد في العالم وفي التاريخ اللي يسجل هاتريك في نهائي كاس عالم، حاجه غير طبيعيه. وبعدين رئيس الفرنسي يدي بنفسه ويواسيه بعد في ارض الملعب ويحضر التتويج ويحيي الفرقتين، اجواء غير 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 مسبوق. اولا دي النسخه الوحيده اللي لم يتم فيها اعتقال اي مشجع انجليزي على مر التاريخ. ايوه عشان ما فيش كحوليات. الصحافه البريطانيه اشادت بده. ثانيا دي البطوله الوحيده اللي ما حصلش فيها لا تكسير ولا تحطيم ولا الجمهور ولا الجمهور حتى مع بعض الجمهور المتنافس. يعني شفنا كان في دربيات قويه جدا، يعني انجلترا وين دي مباراه ناريه بتبقى مولعه، بيقعدوا يضربوا في بعض ثلاث سنين. شفنا الارجنتين والمكسيك برضو مباريات ومع هذا شفنا روح غير طبيعيه. ايران وامريكا، المغرب وفرنسا، المغرب وفرنسا، ايران وامريكا مثلا. عايز اقول لك انه من خلال تعاملي كمان مع الاعلام الدولي والعالمي كانوا بينبهروا بحاجات صغيره وحاجات بسيطه جدا بتحصل من سواء الاخوه العرب كلهم بلا استثناء. يعني كان يندهش جدا ان انت تقعد تقدم له مساعده او تعزمه على حاجه. هم مش متعودين على كده يا استاذ اسامه، دي العادات والتقاليد اللي فرضتها العادات العربيه. صحيح. هقول لك على حاجه يا كابتن اسلام. اتفضل. واحد انجليزي منهم سالني قال لي هو انت قطري؟ قلت له لا انا عربي من مصر وبس عايش هنا في قطر. يعني ايه كده يعني؟ قال لي هو انتوا بتعملوا كده علشان كاس العالم ولا ده طبيعتكم على مصر؟ قلت له لا دي طبيعه عندنا، لما انت بتكون ضيف عندنا لازم نقوم معاك بالواجب. يا ريس ما هو يا استاذ اسامه ده هم عندهم لما الواحد بيقع جنبك في وسيله مواصلات بيبص الناحيه الثانيه. انت تخيل هنا لو انت ماشي في مصر او وحصل اي حاجه لاي واحد في الاتوبيس في المترو. صحيح. في اي مكان هيسيبوه يمشوا يبصوا الناحيه الثانيه؟ وعلشان كده عايز اقول لك ان الرسائل ايه ملهاش حظ. رسائل ملهاش حظ من الافتتاح لغايه الختام. لما بتبدا الافتتاح بايات من القران الكريم، صحيح، بعدين بتختم المشهد الختامي بتلبس ليونيل ميسي العريس البشت اللي هو العبايه، احنا بنقول عليها في مصر العبايه، هنا اسمها في قطر اسمها البشت. البشت ده بيلبسه العريس في ليله الفرح او الناس الكبار في المناسبات الرسميه. لا هو العريس، خلينا نقول العريس. هو ميسي العريس لبس البشت. يستحق. على الطريقه العربيه، تتويج على الطريقه العربيه في متجهات في كل العالم. الاجواء دلوقتي عامله ازاي في قطر يا استاذ اسامه؟ مولعه. لكن دلوقتي حاليا وانا بكلمك الالعاب الناريه والعروض الفنيه غير طبيعيه في الاوتيل، غير طبيعيه وفي كل حته وكل بقعه مش بس في الاوتيل. يعني تخيل انت مثلا الحضور الجماهيري 3 مليون وداخل على ونص. ايوه تمام. ده في الملاعب، لكن في الفان زون اللي هو في حديقه البدع وصل ل 2 مليون. لا الحقيقه يعني يا استاذ اسامه، الحقيقه وصل سلامنا لكل من ساهم في اخراج هذا المونديال بهذا الشكل الرائع، وبارك لهم وقول لهم الف الف مبروك. والنادي الاهلي بالفعل ارسل رساله كبيره جدا ورساله تهنئه ودعم لهذا التنظيم وهذا الاداء الرائع الحقيقه اللي شفناه من المنتخب القطري من الناحيه الفنيه، وايضا من قطر ومن دولة قطر في هذا التنظيم الرائع الحقيقة اللي بنشكرهم عليه. فشكرا جزيلا لكل من ساهم في إخراج صورة العرب بهذا الشكل. فيعني يا ريت توصل سلامنا للكل يا أستاذ أسامة، وأنا بشكرك جدا جدا. إن
شاء الله لما تيجي تبقى معانا بقى على الهواء مباشرة كالعادة. خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع أيضا نتكلم عن ما حدث في مونديال قطر. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. هنتكلم عن المباراه بقى، والمباراه كانت رايحه جايه جيمي وما بين الارجنتين وفرنسا. الحقيقه مباراه حلوه، انا بالنسبه لي اول 75 دقيقه مباراه وال75 اللي باقيين مباراه ثانيه، اللي هم يعني الربع ساعه الاخيره من الشوط الثاني والنص ساعه على الشوطين، اعتقد ان ال 45 دقيقة الباقيين حاجة تانية خالص غير المباراة ال 75 دقيقة. بس يا كابتن قبل ما اتكلم عن المباراة انا عايز بس اقول حاجة بسيطة جدا. كان في سؤال سألته الأستاذ محمد بخصوص تجربة المغرب، هل ممكن نعملها ولا لا؟ الموضوع هيبقى صعب جدا في ظل عدم وجود مدير فني اتحاد الكورة، عدم وجود خطة واضحة، عدم وجود رؤية واضحة لاتحاد الكورة المصري. اه طبعا اكيد احنا كمصر محتاجين ان احنا ما تدخلنيش في الكلام ده دلوقتي. لا بس على الهامش بس كده سيبني دلوقتي عشان انا بص يعني اتحاد الكوره دول يعني رجعنا بسرعه ليه؟ بسرعه على تكتل. اتفضل اتفضل. سؤالي بخصوص بس حته التجربه المغربيه، اكيد المصريين مصر كلها بتحلم انها تكون موجوده في نصف نهائي كاس العالم وتكون موجوده طبعا في كاس العالم، ولكن احنا محتاجين بس نظبط شويه حاجات في اتحاد الكوره وناخد خطه فعلا واضحه، خطه واضحه تتحط ورؤيه واضحه لاتحاد الكره تتحط. أيوة. ونبقى عارفينها. ما ينفعش اتحاد الكره المصري ما يبقاش فيه رخص للمدربين. أيوة. ما ينفعش اتحاد الكره المصري ما يبقاش فيه مدير فني اتحاد الكره. ما ينفعش اتحاد الكره بيزعل ان فيتوريا نازل يتفرج على قطاعات الناشئين والاكاديميات. حاجات كتير جدا هنتكلم فيها بعدين. ما ينفعش ان جمال علام يروح يقول لحازم اصبر بس شويه حازم، ويقعد مع كلاتنبرج ويقول له نقول له احنا عايزين ملف وبتاع وعايزين لجنه حكام وعايزين نشكل لجنه. الحاجات دي كلها خلاص احنا بقى المفروض دلوقتي ان احنا نبص بقى على التجارب العربيه اللي سبقتنا بشكل كبير جدا، والمفروض ان احنا نواكب ده. نرجع يا كابتن للمباراه. يمكن المباراه المباراه انا واجع بقول لك ايه، ايام جايه كتير جدا. قول اللي انت عايزه. بص يا كابتن، المباراه اتقسمت النهارده بالفعل يمكن اول 64 دقيقه حاجه وبعد كده حاجه ثانيه. صحيح. يمكن ويمكن النقطة الفصل في الموضوع ده هو خروج دي ماريا وتغيير طريقة بقى لعب الأرجنتين، وان هي خلاص بترجع لورا في الدقيقة 64 وعاوز ان هو يدافع خلال الفترة المتبقية من المباراة. في ظل بقى يعني ديشامب انه فكر بشكل كويس بصراحة وسريع في نزول كينجسلي كومان ونزول كمان كابافينجا، وغير بقى ودى كابافينجا باك ليفت. ويمكن كابافينجا لعب في المركز ده في مباراة تونس، يمكن انا كنت مش متفاجئ قوي ان هو بيلعب باك ليفت لانه لعب في اللقاء بتاع تونس لما بدا باللعيبه الثانيه او اللعيبه اللي مش بتشارك معاه بشكل اساسي. كمان يا كابتن التغييرات اللي حصلت من المنتخب بقى الارجنتيني على مدار بقى الشوطين الاضافيين، يمكن لو تارو مارتينيز حاله بصراحه فريده في ضياع الفرص واهدار الفرص. يمكن كانت الارجنتين تقدر انها تخطف بهدف عن طريق لو تارو مارتينيز، ولكن ثلاث كرات بشكل غريب جدا بيضيعهم. يمكن برضو الكره اللي جت في اخر لحظه خالص لكولو للمنتخب الفرنسي دي كانت ممكن تغير المباراه وتبقى 4-3 وتنهي اللقاء بشكل كبير جدا في الدقيقه 119، ولكن ايميليانو مارتينيز اللي يعني اتكلمنا في الموضوع ده ان مارتينيز دايما بيرجح كفه المنتخب الارجنتيني بشكل كبير جدا. الاحصائيات بقى اللي موجوده النهارده يمكن كلها بتبقى على يعني طبعا امبابي وعلى ميسي. يمكن مبابي النهارده خد افضل طبعا هداف في البطوله 8 اهداف، ميسي 7 اهداف واسيستات طبعا رائعه، وان هو يساهم في الفوز ده. انا كتير ما بسمعش غير 6 اهداف فقط في البطولات الاخيره. بالظبط. يعني عندك اول مره حد يعادل رونالدو في 2002 8 تجوال في بطوله واحده. صح. يعني يا كابتن بص لو بصيت بقى على يعني احصائيات او ارقام كيلين مبابي في كاس العالم ككل، هتبص على عدد مشاركاته 7 مباريات، رجل المباراه 3 مرات، اهداف 8 اهداف وهو هداف البطوله، صنع هدفين، صناعه فرص 13، هو المركز الثاني بعد ميسي، ميسي 18 فرصه طبعا، صراحه فرصه تهديف، محاولات على المرمى 13 طبعا، محاوله صحيحه من 30 محاوله، مراوغات 86 مره 46 صحيحه. فارقام كبيره جدا بصراحه من امبابي، اللي انا بتفق طبعا مع يعني الاراء اللي بتقول ان هو بالفعل هو النجم اللي جاي في الكره العالميه. ايهاب، مين اللعيب الثاني غير امبابي بقى وميسي والكلام ده، مين اللعيب الثاني اللي لفت نظرك من اللاعبين بشكل عام البطوله؟ في البطوله البطوله طبعا ابرز نجومها من وجهه نظر النجم العربي المغربي عز الدين اناحي. عز الدين اناحي اناحي اعتقد هيروح نادي جاي خلاص، يناير ولا في 45 مليون حاليا من السيتي تقارير انجليزيه عارضهم، ولا في 45 50 ومش موافقين. يعني مبلغ مش موافق، مبلغ كبير جدا يعني. وفي برشلونه بيتكلم عنه، في نيوكاسل، بس اعتقد ان نيوكاسل والسيتي هيبقوا اقرب ليه انهم ياخدوه. تجربه نيوكاسل التجربه العربيه مع صندوق الاستثمار السعودي والفريق القوي اللي بناه اللي هو حاليا بقى ثالث دوري انجليزي، فده من نجوم البطوله. البطوله برضو اظهرت في لاعبين كتير، لاعبين صغار السن، منتخب الارجنتين في لعيبه صغار السن هيعتمد عليهم الفتره الجايه. بلينجهام برضو في انجلترا، بلينجهام ده نجم كبير جدا يعني كانوا متوقعين له، وهو اللي جاي في انجلترا. انجلترا برضو من ميزتها يا كابتن وبوكويو ساكا معاه،
لعيبه كتير صغيره، يعني منتخب انجلترا ميزته انه منتخب صغير، والنهارده برضو منتخب فرنسا يعني لو اتكلمنا عن النهائي كبيره من اللاعبين كلهم لعيبه صغيره يعني صح. الفتره الجايه مدير فني اعتقد بنسبه كبيره ديشامب بعقده هو خلاص هيمشي، هيبقى مدير فني جديد الفتره الجايه مع منتخب فرنسا. هو حقق الهدف اللي هم رسموه قبل البطوله، حقق الهدف كان طبعا مربع ذهبي، يعني الاتحاد الفرنسي كان مرشح له مربع ذهبي. الراجل يوصل لنهائي اثنين نهائي كاس عالم ورا بعض، كسب واحد وخسر واحد. انا اعتقد ان ديشامب هيكمل وخسر واحد ركلات ترجيح. يعني موقف انشيلوتي من ريال مدريد هو اللي يحسم كل حاجه، يعني لو انشيلوتي مشي وزيدان ممكن يروح ريال مدريد، لو ما كانش زيدان اعتقد ممكن زيدان هيبقى المنتخب الفرنسي. هو اتفاق لوجراند رئيس الاتحاد ان هو اللي جاي. ولكن على الصعيد الفني المباراه بقى يا كابتن لو رجعناها النهارده شغل مفاجاه، دايما حضرتك كوره ومدرب عارف الكلام ده، شغل مفاجاه. انا النهارده ما كنتش مدرب لا يعني شغل التدريب والكوره القصه عارف حته مفاجاه المدرب بيفاجئ. يعني النهارده فاجئنا سكالوني رغم اعتراضي عليه كمدرب، انا مش شايفه مدرب قوي خالص يعني. لا خلي بالك ممكن الخبره برضه 44 سنه يعني انا اصغر مدرب يعني اصغر مدرب لو هو اول مدرب في التاريخ ياخد كوبا امريكا ومع الارجنتين طبعا كوبا امريكا وكاس عالم، محدش حقق ال 44 ماتش في اثنين زجالو وفي حد تاني من البرازيل برضه بريرا بتاع اللي عملها بس الارجنتين هو اول ارجنتين لا ارجنتين كارجنتين يعملها. ففاجئنا النهارده بدي ماريا. دي ماريا دي كانت مفاجاه بدخوله وبخروجه لا دخوله اول حاجه في المباراه دي مفاجاه كبيره. على الناحيه الثانيه بقى لو بصيت لديشامب يا كابتن لو قلت لعيل صغير قبل المباراه تشكيل فرنسا ايه هيقول ال 11 لاعب مش هيطلع لاعب منهم بره بالاسماء برغم الحالات المرضيه اللي قالوا عليها وبرغم غياب لاعبين هو في لو دخلت المواقع الصحفيه كلها كل اللي كاتب نفس التشكيله. فانت ما فاجئتنيش النهارده ومش شايفك ان انت قريت منتخب الارجنتين عادل. عشان تقرا منتخب الارجنتين عادل كان لازم النهارده تكثف نص الملعب بتاعك، تحط ثلاث اربع لعيبه على الدايره عشان ميسي والخطوره بتاعتهم وانزو فرنانديز ورودريجو دي بول والمجموعه دي تقدر تسيطر عليها وتحجمها. لعيبه كلها مهاريه ولعيبه عندها سنه مهارات وسنه سرعه كتير بينقلوا الكره بسرعه جدا. وكمان لما حتى انت عرفت التشكيل معلن قبل الماتش بساعه ونص من 3 وربع تقريبا كان كله بيتكلم فيه. فلما انت عرفت التشكيله دي اللي قدامك يا ديشام كان لازم تغير خطتك وتغير خطه ان نص الملعب ده لازم يتملي، كان لازم احط لعيبه على الدايره اكتر من كده، ما اعتمدش على ثنائيه تشاوميني ورابيو. كان بقى فعل ماضي ما خلاص كاس العالم انتهى. شاوميني ورابيو يعني ما كانوش يسدوا يا كابتن قدام الارجنتين اللي بيلعبوا دول، كان لازم ينزل بكامفينجا، ينزل بفوفانا زي ما لعبت بيه وانت معتمد بيه، كانوا يبقوا ثلاثه. الماتش ده ما كانش الماتش ده مش ماتش جيرو خالص، جيرو واحد من المهاجمين اللي بتعتمد عليه مع فرقه ضعيفه بتلعبها لانه قناص وبيعرف يخطف تعمل له عرضيات كتير. يعني ماتش بلغه الكوره ماتش انت مسيطر عليه، هتنزل جيرو هيجيب لك اهداف كتير، ياخد عرضيات ياخد حاجات. انما ماتش زي ده ماتش متقفل قدام فرقه قويه، انت كنت افضل حاجه من وجهه نظر الفنيه انه كان يرمي مبابي راس حربه ويلعب ويملى نص الملعب ويرمي ويسيب جريزمان حر زي ما بيعمل. التصفيات بقى بتاعت كاس العالم الجاي يعني في الدوري الاوروبي ظالم قوي التقييم بتاع جيرو ده. وانا برضو شايف ان لا بالعكس انا شايف ان جيرو مهاجم رائع. هو خطاف في ماتش في ماتش سهل عليك مش ماتش قوي. من المهاجمين اللي انا شايفهم يعني كايديال لمهاجم محطه هو طبعا طبعا مهاجم كبير جدا الهداف التاريخي لفرنسا ودايما كل جواله حلوه يعني هو بيلعب في ارسنال بيلعب في ميلان تلاقي الجول جاب في ميلان اخيرا مؤخرا يعني جول حلو قوي بالظبط. اجوال غريبه جدا، اجوال ما تطلعش من مهاجم يعني بحجم جيرو مش واخد حقه اعلاميا، ولكن هو كان مساهم مع المنتخب الفرنسي في غياب في ظل غياب بنزيما سنه 2018 كان هو من ضمن النجوم اللي اثروا مع الفرقه ما سجلش اهداف كتير ولكن كان مؤثر جدا في مونديال 2018 ما سجلش خالص في 2018 بس كان وجوده مؤثر عمل اربع اسيستات بالظبط كان وجوده مؤثر وكاس العالم ده سجل وبقى الهداف التاريخي. فهو لا بالعكس انا بشوف ان جيرو واحد من اميز المهاجمين اللي جم في تاريخ فرنسا كمان. كنت حضرتك بتتكلم على ابرز اللعيبه اللي موجودين في البطوله، انا بشوف ان في لعيبه كتيره جدا ممكن نتكلم عنهم. يعني منتخب هولندا مثلا دومفريس الباك رايت مثلا ده من احسن اللعيبه الموجودين مثلا في البطوله. انا ما شفتش باك رايت كويسين ولا باك ليفت مش كويس. باك ليفت انا ممكن بريزيتش شويه، بريزيتش لما لعب بريزيتش عنده كام سنه؟ كبير 35 34 سنه بس كبير قوي. حكيمي ويحيى عطيه الله برده كويس. مزراوي فاجئني، مزراوي انا كنت منتظر منه اكتر من كده ولكن اتصاب مرتين وسط البطوله فهي دي عطلته، بس هو اتصاب مرتين يعني حتى بطوله مجمعه الصفيه مرتين وسطها صعبه جدا. وكان حظه وحش ان حكيمي هو اللي موجود باك رايت فمضطر انه يلعب
صحيح. باك ليفت برضو كان في طبعا مرابط وسط ملعب، واحد من افضل لعيبه وسط الملعب يعني. صحيح. التشكيله انا شايف ان مرابط مش واخد حقه بقى بما اننا بنتكلم. انا شايف ان مرابط كان ممكن جدا يبقى ثنائيه عربيه قريبه في ليفربول. والله مرابط وناحي مرابط وصلاح. مرابط وصلاح مرابط وصلاح خلاص راح ليفربول بنسبه كبيره، بنسبه كبيره. واصل هو والارجنتين كلاقوا شركه اسمها ستيلر. انزو فرنانديز عايزين يعملوا اي صفقه دلوقتي في الدوري الانجليزي. كمان فرونتينا علاقتها قويه بليفربول، دايما بياخد لعيب عادي مش لا بس هو الشركه اللي هو الايجنسي اللي ماسكه وكاله مرابط، يعني مرابط مش وكيل واحد، كذا حد وبيسوق. هم قالوا بوضوح ان احنا عايزين قبل كاس العالم، عايزين قبل كاس العالم نعمل صفقات كبيره في الدوري الانجليزي. هيمددوا طبعا في فيورنتينا اكيد عشان يضمن حقه اكبر يعني. طبعا بدهم يتعاقدوا في فيورنتينا عشان يضمنوا حقه اكتر في ليفربول. طب بيروح ليفربول هو اعتقد اقرب ليفربول 2024. هو رد على الاهتمامات دي على فكره. موجود برضو مودريتش طبعا كان عامل بطوله كبيره جدا مع منتخب كرواتيا، وكمان اصراره يعني واضح ان النجوم الكبار كلهم مش عايزين يفرقوا الملعب ولا رونالدو ولا ميسي ولا مودريتش ولا الملعب ليه سحره. ملعب ليه سحره. بس هي المشكله ان ممكن يوصل لمرحله يبقى تقيل اصلا. ممكن بقى بس هو لغايه دلوقتي مودريتش هو في ال 22 اللي بيلعبوا والعصر اللي بينزلوا هو باحسن واحد في الشارع. هو لاعب الماتشات 37 سنه ولا فارقش ولا ماتش يعني. يمكن الوحيد اللي تاثر كل ماتشات خرج في النص بس الوحيد اللي تاثر وبان عليه يمكن رونالدو. طبعا لكن ميسي زي ما انت شايف. مودريتش رونالدو اللي اثر فيه غير يعني بدنيا يا كابتن ما حدث انه لا يعني انه ما حضرش اعداد الصيف. صحيح. لو كان حضر اعداد الصيف كان اكتسح كل دول بدنيا لانه رونالدو بشكل اصلا في ماتش السنه. ايوه بالظبط. رونالدو عنده يعني مودريتش غير. مودريتش كرواتيا كلها بتظهر بحركات بسيطه من مودريتش، مش محتاج مجهود كتير. كريستيانو كان لا بدا عايز يثبت نفسه في سن 38، يثبت ان هو بدنيا قادر واقف على رجله. وانت ما حضرتش على الاقل فتره اعداد، ما لعبتش ماتشات، وداخل معسكر قبل كاس العالم 6 ايام او 7 ايام، فما كانش منطقي حتى توظيف فرناندو سانتوس. ليه ما كانش يعني ما كانش ده يعني. انا لو مكان سانتوس انا هلعب بده 9 ثابت ما فيهوش خلاف، 9 ثابت وانوع هجومي حواليه. انما انت هتطلب من رونالدو ينزل تحت ويجري من الجنب السن ده. مش ذكي الذكاء. انا ما شفتش سانتوس كان ذكي الذكاء الكبير، مع ان البرتغال مثلا قدمت قدام سويسرا ضمن نهائي قوي جدا ماتش 6-1 ده، لما بدا يعتمد على جونزالو راموس ويعني وتحرر من قصه رونالدو دي. بس كلفته، انا متاكد كلفته اوضه لبس متوتره، كلفته ان هو المشهد اللي طلع اللي كنا بنتكلم عليه قبل الهوا، المشهد اللي طلع انه بيعيط من الجون بتاع المغرب لحد بره، مفيش ولا لعيب من البرتغال رايح له. ده يوضح لك الحاله المتوتره اللي كان منتخب البرتغال بيعانيها. فانا متخيل ان كان رونالدو حضر ده، حضر اعداده. ميسي من سنتين بيعد لكاس العالم، ميسي بقاله سنتين يعني السنه اللي فاتت دي اللي عملها في باريس سان جيرمان اللي هو مثلا جري 5 6 كيلو طول السنه تقريبا، هو بيجهز انه عايز يوصل شهر نوفمبر 2022 فت تماما، ما يشغلوش اي حاجه ولا يشغله عمليه مع باريس. هو بياخد المرتب كل اسبوع والدنيا تمام. وكاس العالم ده اهم شيء في قصته، لان ده القفله اللي هو كان عايز يقفل بيها الموضوع. لا ميسي كمان كان دايما بيدور على مصلحه الارجنتين. رونالدو كان دايما يعني تحس فيه سمه انانيه، يعني الكره الشخصيه بالظبط، الكره اللي اتلعبت عرضيه، فهو عنده اصرار كبير قوي انه لا هي جت فيا، هي لمستني، هو عايز بس يكسر الارقام. اللقطه دي اكيد صدق انا متخيل. انا يعني من يعني بحب الشخصيه الانتصاريه اللي زي رونالدو في الحته دي، بس اللقطه زي دي تفقد الدين، تفقد توتر اوضه اللبس. مش توقيت مناسب تماما انك تدور مجموعات وتقول الجول ده مش جولي، وتخلي الشركه الراعيه ليك الجول ده بتاعنا. البرتغالي يعمل بيان. طب ما ده في لعيب تاني، في لعيب تاني ده الجون بتاعه ممكن يزعل يعني اقدر بس اصلا خسران اللعيب التاني ده اللي هو مش قادر يسلم عليك عشان جمهور مانشستر ومدير الفني. فكل يعني بغض النظر عن الرهانات وما الى ذلك، يعني مودريتش كريستيانو ميسي الناس دي عمل نادره، عمل نادره الثلاثه دول. انا متخيل الثلاثه دول تحديدا، يعني انا بشوف هو مودريتش الوحيد مع بنزيما طبعا، بس بتكلم عن اللعيبه اللي حضرت كاس عالم، هو الوحيد اللي في ال 16 17 سنه دول عرف ياخد منهم بالون دور، عرف ياخد منهم كره ذهبيه. هو الوحيد اللي كسرهم مع بنزيما الحالي. بس اللي اقصده انه لا، اللعيبه دي بالنهايه اللي هم قفلوا بيها كاس عالم دي، هم كل واحد كتب قصه مختلفه، ولكن مودريتش على وجه التحديد عطاءات بدنيه استثنائيه. ميسي زي ما بقول، ميسي ريح سنه كامله في باريس سان جيرمان بيجرب وبياخد فلوس. حتى في كاس العالم ده 57% من المباريات اللي هو بيتمشى ولو ان هو اكتر لعيب بيتمشى. بس النهارده كان بيدافع زي امبابي. ده في كره طلع فيها مع ازاي، وفي كره طلع على الكورنر بدماغه. بس على فكره هو متصاب خلفيه، متصاب خلفيه في ماتش هولندا. يعني هو عنده مشكله في الخلفيه، بس هو عارف يروح من بعدك روح بقى. انا هكمل وبعد كده يحلها لك. برضه كابتن من ابرز اللعيبه اللي ظهرت جافارديول، مدافع كرواتي طبعا، لعيب 21 سنه، اكتر واحد استخلص كرات في كاس العالم. ميسي خلص عليه. ميسي برضه ظلم مصر للاسف، فكابتن بهدله
يعني سلام الحركه برده بتاعت ميسي مش بس هي لو اي حد هيتخدع ليه؟ لان انت وانت واقف هقفل شمال مش هقفل اليمين. انا لو انا هقفل شمال مش هقفل اليمين. هو عمل كده قفل الشمال فصدره اليمين. هو كمان الفنت اللي بيعمله الفنت بسرعه بتاعه ده كابتن. هو اكتر استخلص للكوره واكتر واحد قطع كوره. يعني استخلص قطع تمريرات 69 تمريره، استخلص كوره 66 مره في كاس العالم. لعيب عنده 20 سنه بيلعب في لايبزيج، ويمكن كمان في كلام على ريال مدريد الفتره الجايه. فاعتقد ان جفارديول من اللعيبه اللي هتبقى موجوده في قلب الدفاع خلال الفتره الجايه بشكل كويس. عموما الحقيقه كنا مستمتعين جدا بالشهر ده، شهر من الشهور الجميله جدا. كنا استمتعنا بكره قدم حديثه في كل شيء، استمتعنا بتنظيم، استمتعنا باداء رائع، استمتعنا بمدربين، استمتعنا بلاعبين، استمتعنا بكل شيء. نبتدي بقى نحضر لما هو قادم. ما تقفش القادم ده هو الاساس. القادم ان شاء الله مباريات الدوري العام المصري، ومباريات كاس مصر، ومباريات كاس العالم جديد. بالنسبه لنا كاس العالم نعم خطتك يا كابتن هتقول نحضر لما هو قادم بقى. كاس العالم اللي جاي نتعلم نخطط صح، نشتغل صح. لا دي عايزين حلقه ثانيه. هتقول ثاني الدوري النهارده الحلقه لطيفه، فانا مش عايز عايز لها 10 سنين تاجيل. عايز لها دي عايز لها بس عشان الناس ما تقولكش ده اسلام بي. لكن عموما يعني الف مبروك لقطر هذا التنظيم الرائع، الف مبروك لمنتخباتنا العربيه ولمنتخب المغرب الشقيق هذا الاداء الجيد جدا، والاداء اللي خلانا كلنا نبقى فخورين بمنتخب المغرب. يا رب مصر ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه، او الاتحاد المصري تحديدا زي ما الاستاذ ايهاب قال، يضع خطط يستطيع بها تطوير اداره كره القدم في مصر، لان احنا عندنا مشاكل كثيره جدا كنا بنقولها يعني في وسط الايام اللي فاتت كده. لكن الايام القادمه ان شاء الله هنبتدي نتكلم بشكل موسع اكتر فيما هو قادم. لكن انا بشكرك جدا يا محمد على وجودك معانا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا ايهاب على وجودك معانا. بشكرك سعيد بتواجدي معانا. ربنا يخليك. ايضا بشكرك يا محمد مصطفى. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن، اتبسطت جدا معاك طول فتره المباراه. حبيبي ربنا يخليك. احمد مجدي بشكرك احمد على وجودكم معانا. انا بشكركم شكرا جزيلا. ان شاء الله غدا حلقه جديده من البيت الكبير.